السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دكاترة، أخباركم إيه؟ إحنا النهاردة هناخد الـ differential diagnosis بتاع الـ mixed lesions. وزي ما إحنا عارفين إن الـ mixed lesions بتربريزنت بس 8% من كل lesion اللي إحنا هناخدها، يعني أغلب الـ lesions اللي إحنا هنشوفها هتبقى أغلبها ready loosen. إحنا عندنا الـ mixed lesion يا إما تبقى associated with a teeth، فهي لو هي associated with a teeth يا إما هتبقى very apical، يا إما very coronal، يا إما not associated with a teeth، فساعتها هتبقى اما localized اما generalized في البون كله، يعني هي مش في بون واحد لكن هي في واخده الاناتوميكال بون كله. تمام، هنبدا اول حاجه بالليست بتاعت الماكسد ليجنز اللي هي جايه بري ابيكال للايه للرود بتاعت التيس. اول حاجه اللي هم الليسته بتاعه البريبيكال ليجنز اللي هي دي اسوشيتد ويز التوث، هم عددهم كام؟ 9. دايما وانا كنت بشرح لكم عشان احاول اخليكم تربطوهم مع بعض عشان ما تنسوهمش، فكنت دايما احب ان انا اربطهم مع بعض عشان تبقوا يعني فاكرينهم بحيث ان احنا ايه ما ننساهمش. نركز مع بعض دكاتره. اول حاجه هي عباره عن ايه؟ عباره عن نورمال اناتومي كالسيفاينج كراون اوف ذا بيلوينج توث. فانا هفتكر ان اول واحده هي عباره عن كالسيفاينج كراون بتاعت الايه الديفلوبمنت توث. طب لو انا بعد كده عملت اكستراكشن لتوث وسبت ريميننج روت او سبت روت فحصل حواليها ديكريز في البون دانسي، فهتبقى تاني واحده خاصه اربطها بيها، يبقى اول حاجه انا عندي نورمال اناتومي اللي هو كالسيفاينج كراون بتاعت الديفلوبمنت توث، هتبقى تاني واحده على طول الروت اللي هو ويز ريفاينج اوستيايتس. كلمة ريفاينج دي يا دكاترة معناها ديكريز في البون دانسي نتيجة اوستيايتس، يعني انفلاميشن بين، يبقى هيحصل ديكريز في البون دانسي نتيجة انفلاميشن في البون. اوكي، يبقى انا ربطت الاولانيه بان هي عباره عن ايه؟ نورمال اناتومي اللي هو كالسيفاين كراون بتاع الديفلوبينج توس. طب خلعت السنه وفضل لي ريميننج روت، هتبقى توس روت مع ريفاين اوستيايتس. من كلمه ريفاين دي ادخل على بعديها اللي هي ريفاين ويز كوندنسنج اوستيايتس، يعني انا عندي فيه شويه ريفاكشن، يعني عندي فيه شويه ديكريز في البون دانسي معاها كمان انكريز كوندنسنج اوستيايتس، يعني برده معاها انكريز في البون دانسي برده نتيجه ايه؟ انفلاميشن في البون. يبقى احنا اول ثلاثة خلاص ربطناهم مع بعض. طيب عندنا ثلاثة بقى هنفتكر ان هم فيهم كلمة سيمنت، سيمنت هنفتكر عندنا في كلمة ثلاثة ريليتد للايه للسيمنت. كلمة ايه من جاية من السيمنت يعني. اللي هم ايه؟ اول حاجة بريابيكال سيمنت اوسيس ديسبليجيا، واحنا هنعرف ان ده كان ترمينولوجي بيتقال كده زمان، بس هو حاليا هم لقوا ان الليجن ده ما فيهوش، يعني هو ما فيهوش سيمنتم، هو فيه defective bone او في amorphous bone abnormal bone، فهو حاليا هو متقالش عليه cement osseous lesion، بس احنا نفتكر من اسم الليجن ده ان هو ده فيه ايه cement. طب يبقى بيريبيك cement osseous dysplasia في انهي؟ في الانترميديت ستيج، ان ده بيمر ب 3 ستيجز او ستيج اللي هو total ready loosened، انت خدتوه في ال ready loosened lesion، وهنا في الماكسد ليجن، وبعد كده كومبليتلي ريدي، وبيك ده بيبقى اللي هي تالت ستيج دي هتاخدوها في الايه في الماكسد ليجن. طب تاني حاجة فيها كلمة سيمنت، مال هي مين؟ سيمنتو اوسيفاينج فايبروما، هناخدها بالتفصيل بعدين. بعد كده السيمنتو بلاستوما، برضه سيمنتو بلاستوما هنا في الماكسد او في الماكسد ستيج او في الانترميديت ايه ستيج، لان هي بتمر بعد كده بمرحلة بتبقى توتالي ريديو ايه اوبيك. يبقى اخر حاجة سيمنتو ايه بلاستوما، يبقى تلاتة هنا فيهم كلمة سيمنتم. يبقى البرئيت سيمنتو اوسيس ديسبلاجيا، السيمنتو اوسيفاينج فايبروما، سيمنتو بلاستوما. حلو، الثلاثه الاخرانيين بقى اللي احنا هناخدهم نعرف ان هم رير بريبيكال ليجن، عاده هم ما بيجوش بريبيكال. زي مين؟ زي كالسيفاينج اودونجينيك سيست، زي الكرونيك اوستيو مايلايتس، يبقى الكالسيفاينج اودونجينيك سيست كرونيك اوستيو مايلايتس، زي الاودونتوما برده في الانترميديت ستيج، عشان الاودونتوما برده بتمر بكذا ستيج، هي عندها الانترميديت ستيج، واخر حاجه الايه التوتال راديو اوبيك ستيج، هي برضو في الانترميديت ايه ستيج. يبقى احنا كده عرفنا ايه هم التسعه اللي هم بريبيكال للتوس يا دكاتره الميكس ليجن. عندنا ثلاثه هنربطهم ببعض، من اول حاجه هي نورمال اناتومي اللي هي كالسيفاينج كراون بتاعت الديفلوبينج توس. طب انا عندي ريميننج روت هيبقى حواليه ريفاينج اوستايتس، طب عندي ريميننج روت عمل كمان رياكشن في البون فبقى ريفاينج ويز كوندنسنج ايه اوستايتس، او هو نتيجه انفلاميشن في البون فحصل ريفاكشن ديكريز في البون دنسي مع كوندنسنج، دي يعني انكريز في البون دنسي نتيجه اوستايتس يعني انفلاميشن في البون. ثلاثه فيهم كان سيمنتم وثلاثه ايه رير ليجنز.
اول حاجه دكاتره الكالسباين كراون اوف ديفلوبينج تول، احنا نقدر نعرفها منين؟ هي هتبني اولا ده نورمال اناتومي، هتبني اكنها ميكسد ليجن عباره عن ايه، الكريبت بتاع التوز، الكريبت بتاعت التوز هتبني اكنها ميكسد ليجن فيها الديفلوبينج توز، ممكن يكون بس الكراون جواها توز كاسب او حتى الكراون كله under الايه deciduous، ايه under deciduous تيس، يبقى هي هتبان لي اكنها ميكسد ليجن زي ما احنا شايفين، الكريبت بتاع التوز جواها الكراون او جزء من الكراون او حتى احيانا بتبقى الكاسب بس زي دي برضو، هي لسه بقيه الكراون كله ما كملش، تحت الايه الديسيدوس تيس. فهو ده اللي احنا هنقدر نعرفه منه. طب انا هقدر اعرف منين دي ما هو في ليجن؟ زي ما احنا قلنا شكلها هيبقى واضح جدا انها ديفلوبينج توز. طب هقدر اعرف منين كمان؟ اقدر اعرف من الكرونولوجيكال ايج بتاع البيشنت، انا اشوف سن البيشنت كام، هل ده الوقت اللي بيكون فيه الميكسد دنتيشن ولا مش ده الوقت اللي بيكون فيه الميكسد دنتيشن. طيب اقدر اعرف منين كمان؟ هنعمل كومباريزون بين البوث سايدز، يبقى انا هبص كمان على البوث سايدز عشان اتاكد ان ده السن اللي بيكون فيه الحاجه اللي انا شايفها ده. لو انا جيت بصيت هنا على البوث سايدز انا فعليا انا عندي كذا في كذا السنه فعلا بيحصل لها ديفلوبينج، وفي البوث سايدز انا شايف هنا تو سكريبت اهي، وادي تو سكريبت في البوث سايدز، انا فعلا شايف في اربشن او في تو سكريبتس في البوث سايدز، فانا اقدر اعمل كومباريزون بين التو سايدز، وده اللي هياكد لي ان ده ان دي ايه، ان ده نورمال اناتومي. فدي كالسفاين كراون اوف ايه ديفلوبينج تيتا توث يا دكاتره. تاني حاجه دكاتره زي ما احنا قلنا هنمسك، احنا قلنا اول حاجه نورمال اناتومي ما هياش ليجن، هي كالسفاين كراون اوف ديفلوبينج توث. منها نفتكر طب انا حد كان عنده بالي ديكي توث وعملت لها اكستراكشن بس فضل ريميننج روت، يبقى انا الروت ده ممكن يعمل لي ايه؟ في 6% من الكيسز الروت ده بيعمل لي ايه يا دكاتره؟ بيعمل لي بيري ابيكال ليجن، بيعمل راريفاكشن، بيعمل ديكريس بوندنس حواليه نتيجه انفلاميشن، فانا ممكن الاقي روت تيبس ويز راريفاينج اوسايتس. طب انا هعرف منين ده؟ هعرفه منين؟ هو في الغالب بيبقى موجود في ايدنشلس اريا، بيبقى موجود في اريا ما فيهاش سنان زي الحاله دي كده، الاريا دي ايدنشلس، فهو هنا كان فيه قبل كده توز اتعمل لها اكستراكشن وفضل ريميننج روت وعملت حواليها راريفاكشن يعني ديكريس في بون دانيتي، الحته اللي ريدي لوسن دي ده هي عملت حواليها ديكريس في بون دانيتي، انا قلت عليها ميكسد ليه؟ عشان هي جواها الروت تيب، فالروت تيب جوه الحته الريدي لوسن بتخليها ميكسد ليه. طيب يبقى انا اولا هلاقيها في ايدنشلس اريا، هلاقيها عملت حواليها راديو ليوسنت اريا، عملت راريفاكشن، عملت ديكريس بون دنسي. احيانا البيشنت بيجي بيشتكي من انترميتنت بين، يعني هو يجي يقول لك انا على فترات كل شويه بيجي لي وجع في حتتي، او هو يجي لك بسويلنج زي ما احنا شايفين هنا برضو في ريميننج روت موجود بين الفور والفايف، فانا عندي برضو هنا في ايه ريميننج روت، فده هنا كان في الغالب ده السنه كانت ديسيديوس قبل كده وفضل الريميننج روت ده بعد ما احنا خلعنا السنه الايه الديسيديوس وتمام وقفل عليها البون وخلاص، يعني هي ما طلعتش يعني فضلت في مكانها. فتاني حاجه احنا قلنا الروت تيبس ويز ايه راريفاينج اوسيتس. تالت حاجه يا دكاتره الراريفاينج ويز كوندنسنج اوسيتس، وزي ما احنا قلنا كلمه راريفاينج يعني ديكريس في البون دانستي، كوندنسنج يعني انكريس في البون دانستي، هما الاثنين حصلوا نتيجه ايه؟ نتيجه اوسيتس، نتيجه انفلاميشن في البون. فانا متخيله كده انها ممكن تكون موجوده مع نون فايتال توث او بادلي ديكيت توث، السنه اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي دي اللور 6 ده، انا شايفه ان في لارج كاريس ليجن، فانا متخيله ان السنه ممكن تكون اكسبوز. طبعا احنا عارفين ان اكسبوجر المفروض ان انا ما اعرفوش من الايه راديوجراف، بس انا من المنظر ده ومن البريبيكال ليجن عندي، فانا هبقى عارفه ان هنا في نيكروزس في البلب بنسبه كبيره جدا، ده فور شور يعني هيبقى في نيكروز في البلب، فهو هنا هتبقى نون فايتال توث او باد ديكيت توث، انا شايفه ان هنا في لارج او باد ديكيت توث، او ان هي تبقى مع سنه فيها زي ما احنا شايفين كده فيها ايه لارج ريستوريشن. فانا هلاقي ايه يا دكاتره؟ ايه اللي انا متخيل ان انا هشوفه؟ انا هلاقي ال ديفايند، راجد ريديوسنت اريا حوالين ال ديفايند راجد ريديوسنت اريا حوالين الابكس بتاعت السنه، يبقى انا هلاقي ال ديفايند راجد ريديوسنت، كلمه راجد يعني ال ديفايند
دي وزنت اريا حوالين الابكس بتاعت السنه، وهلاقي حواليها هوموجينس ويل ديفايند ريديو بيك، هو ده الكوندنس الكوندنسنج اوستيوايتس، ده الكوندنسنج وده الايه الريفاينج. احنا احيانا بنقول عليه سكليروزز، يعني هي عباره عن اريا من ريديو اوباستي مش بوردر، غير البوردر غير ريديو اوبيك بوردر، دي باتش باتش كده من الايه من الراديو من الراديو اوباستي. عادة الراديو بس دي بتبقى ديفنس ميكانيزم من البون عشان يحجم الليجن اللي موجود، عشان يحجم الانفكشن اللي حصل نتيجة كرونيك انفكشن موجود، فالبون بيروح حاطط البون حاطط بون تاني بيعمل ديبوزيشن لبون عشان يحجم السبريد بتاع الانفكشن الموجود. من هلاقي ال ديفايند دراج ريديوسنت اريا سراوند باي هوموجينس ويل ديفايند ايه راديو اوبيك اريا، اللي هو ده البون احنا بنقول عليه ان هو ميكسد ليجن، فده الراريفاينج ويز كوندنسنج اوستيوايتس، وهو بيبقى ريليز احنا قلنا نون فايتال توز بادي ديكاي توز لارج ريستوريشن. خلي بالكوا يا دكاتره من حاجه مهمه جدا، ان الراريفاينج ويز كوندنسنج اوستيوايتس شبه جدا جدا الفوكال سكليروتيك اوستيومايلايتس، هو شبه جدا الفوكال سكليروتيك اوستيومايلايتس. الفكره ان الفوكال سكليروتيك اوستيومايلايتس بيحب يجي في يونج ايج، هنلاقي فيه السيمبتومز والساينز بتاعه الاوستيومايلايتس الريدنس والهوتنس والسوالينج، طبعا ده برضو ممكن يحصل مع الريفانوس كوندنسنج اوستيوايتس. هو راديوجرافيكال هما الاثنين تقريبا تيبيكال، هما الاثنين شبه بعض، بس الفكره ان الفوكال سكليروزنج اوستيومايلايتس بيحب يجي زي ما قلت كده في اليونج ايج، برضو هيجي مع بادلي كيتوس او لارج ريستوريشن، بيحب يجي اكتر مع ال first molar بالذات ال lower first molar، بس مش هيمنع ان هو يجي مع اسنان تانية. فعشان كده احنا في الغالب المنظر اللي احنا شايفينه الراديوجرافيك قدامنا ده ممكن يبقى rarefying with condensing osteitis، ممكن نقول عليه focal sclerosing osteomyelitis. رابع حاجة دكاترة ال periapical cemento osseous dysplasia، وزي ما احنا قلنا ان البريكل سنتو اوتيز ريجيا دي كانت تسميه قديمه عشان هما كانوا فاكرين ان الليجن اللي بيكون ده بيكون من السمنتم، وبعدين هما اكتشفوا ان هو ده عباره عن زي ما انا قلت لكم ان بيحصل ريبليسمنت للنورمال كان سينلس بون بفايبرس تيشو وامورفس بون، فما كانش فيه سمنتم خالص خالص في الليجن اللي كان موجود، فدي كانت تسميه قديمه. هي حاليا التسميه دي ما بقتش بنستخدمها. فاني مرحله في الانترميديت ستيج، الانترميديت ستيج عشان هو بيمر في 3 ستيجز يا دكاتره. الايرلي ستيج بتبقى توتالي ريديلوسنت، بعد كده ميكسد انترميديت ستيج، وبعد كده ايه ليت راديو بيك ستيج. اهم حاجه هتميز البريابيكال سمنتو اوسيس ديسبليجيا دكاتره لازم ناخد بالنا منها انها بتحصل بالميدل ايج بلاك فيميل. دايما هتلاقوا في الكلينيكال فيتشرز بتاعتها هنقول لكم ان البيشنت جايه مالها هي ميدل ايج وهي بلاك فيميل، فاغلب الوقت تيجي في الميدل ايج بلاك فيميل، لازم نركز كويس جدا جدا ان السنه بتاعتي تبقى فايتال والبيشنت اسيمتوماتيك، ان هو مش جاي يشتكي من الليجن. لو هو جاي يشتكي من الليجن هيبقى جاي يشتكي ليه؟ ان حصل في الغالب شويه سويلنج، يعني ممكن تعمل شويه سويلنج هو ده اللي خلاه ياخد باله ان في هنا مشكله، او هو ما كانش جاي يشتكي من الليجن خالص، هو كان جاي يشتكي من حاجه ثانيه، فانا عملت ريديوجراف فاكتشفتها اكسيدنتلي، هو ما كانش جاي ايه يشتكي من حاجه. فانا لازم اخد بالي كويس جدا ان هو في الغالب البيشنت بتاعنا ما كانش جاي يشتكي من حاجه، او هو كان عنده شويه سويلنج فبعدين اكتشفت ان هو عنده الليجن ده ايه بيبقى جاي بريابيكال للايه للتوس بتاعتي. هو في الغالب لا لما بيجي لازم اخد بالي من ثلاث حاجات تميز ده انا قلت لكم، ميدل ايج بلاك فيميل بتحب تيجي في الغالب مالتيبل، مع ان هي ممكن تيجي في سنجل توث، تحب تيجي بريابيكال توث، تحب تيجي في اللور انتيريور اريا، دي من اكتر حاجات اللي بتميزها، يعني تحب تيجي في ميدل ايج بلاك فيميل، تحب تيجي اكتر مالتيبل مش سنجل ليجن، تحب تيجي في اللور انتيريور اريا. ناخد بالنا ان في الاخر السنه بتاعتي فايتال، لو البيشنت جه يشتكي من حاجه هتبقى ايه سويلنج يا دكاتره. يبقى تاني يا دكاتره زي ما احنا قلنا البريابيكال سمنتو اوسيس ديسبلاجيا بتحب تيجي ريليتد للور انتيريور تيث، لازم نفتكر انها بتحب تيجي ريليتد للور انتيريور تيث. طب انا هشوفها زي راديوجرافيكالي، هشوفها لو هي في الايرلي ستيج هشوفها انها هتبقى توتالي ريديلوسنت، توتالي ريديلوسنت ريليتد للابكس بتاعت الايه الفايتال توس، ريليتد للايبكس بتاع الفايتال توس. لو انا ركزت هلاقي ان السنه دي مفيش حاجه تقول انها نون فايتال، يعني البيشنت هيقول لي هو ما خدش فيها تروما، ما حصلش فيها اي تروما، انا مش شايفه فيها ريستوريشن، فشايفه فيها لارج ريستوريشن يخليني اشك ان السنه حصل لها نيكروزز، ما فيهاش كيرز، ولو انا عملت لها فايتاليتي تيست ممكن الاقيها فايتال.
فساعتها انا عارف ان هي في الاخر زي ما انا شايف كده، وهي في الايرلي ستيج هي ريدي لوسن، لو هي في الانترميديت ستيج هلاقيها ميكسد ليجن، هيبقى عندي البريفري بتاعتي ريدي لوسن وذ ديفرنت ويدث، والسنتر بتاعي فيها ريدي بس اللي هو ده الابنورمال ايه بون، يعني هو ده الابنورمال بون. وهلاقي احيانا في البريفري بتاع الليجن فيه سكليروز او سكليروتيك بون، هو باتش كده من ابنور من البون، ده ديفنس ميكانيزم برضو من الايه من البون نفسه عشان يحد من ان الليجن يحصل له سبريد اكتر من كده. دي برضو في الانترميديت ستيج، ولو انا خدت بالي هنا دي هي في الايرلي ستيج بس بدات تعمل شويه ريديو بس حاجه خفيفه. اوكي كده، فانا ممكن الاقيها سنجل، بس الموست كومن يا دكاتره ان انا الاقيها مالتيبل، الموست كومن ان انا الاقيها يا دكاتره مالتيبل، زي ما انا شايفه في الريفورمات برنامج كومبريم سي سي دي، انا شايفه مالتيبل ليجنز، شايفه مالتيبل ليجنز ريليتد للاي بتاع الاثنين سنترال والاثنين لاترال، شايفاه برضه هنا في ويل ديفايند ريدي لوسنت، السنتر بتاعتها فيها راديو اوباستي، في كورتيكيشن هنا ريليتد للاترال بتاع الليفت سايد، وفي شويه سكليروتيك بون ايه في البريفري بتاع الليجن. وانا عندي كمان بيبقى فيه loss of lamina dura، طبعا احنا واخدين بالنا دكاتره بيبقى عندي فيه loss of lamina dura related للاريا اللي موجود فيها ايه الليجن بتاعي. لو انا قلت لك لو انا جالي ليجن زي ده وجالي في بدايه الـ يعني في اول ستيج خالص في الريدي لوسنت ستيج، وقلت لك هو دلوقتي توتال ريدي لوسنت، وانا عايزاك تحط لي دي ديفرنشال دايجنوز، سواء هو كان سنجل او مالتيبل زي كده وكان توتال ريدي لوسنت، ساعتها هيبقى الديفرنشال دايجنوز بتاعي هو مالتيبل او حتى سنجل بري ابيكال جرانيولوما. الحاجه اللي هتفرق لي بينهم هما الاثنين هنقول كلينيكال الفلاجال بالبري ابيكال سمنتو اوسياس ديسبليجيا بتحب تيجي، البري ابيكال سمنتو اوسياس ديسبليجيا هتحب تيجي مع ميدل ايج بلاك فيميل، وهتحب تيجي في فايتال توث، بينما انا عندي بريبيكال جرانيوما بتيجي في نون فايتال توث، فلو انا عملت فايتاليتي تيست هلاقي اللي معاها بريبيكال جرانيوما نون فايتال، اللي مع البريبيكال سيمتوسيس ديشيا فايتال. لازم نحط في دماغنا يا دكاتره ونفضل فاكرين ده من الليجنز اللي ممكن يعملوا اكسبانشن، ودي ممكن تكون هي الشكوى الوحيده عند البيشنت. ممكن يعمل اكسبانشن، ولازم نفتكر ان هو كمان من الليجن بيحب يعمل هايبر سمنتوزز ريليتد للابكس بتاع الروت اللي هو ريليتد للليجن، ممكن يعمل هايبر سمنتوز عشان هناخد كذا ليجن بيحب يعمل كده من ضمنهم الباجيت ديزيز، ممكن يعمل ايه هايبر سمنتوزز، ممكن برضو من ضمن الحاجات اللي تحب تعمل هايبر سمنتوزز العيله كلها بتاعت الفايبر اوسيس ليجن اللي هو فلور سمنتو اوسيس بليجيا فوكال سيمنتو اوسيس ديسبليجيا، كل الحاجات دي بتحب تعمل برضو هايبر سيمنتوزز يا دكاتره. زي ما احنا شرحنا في اول سلايد خالص يا دكاتره، احنا عندنا في ثلاثه فيهم كلمه سيمنتوم عشان نفضل ايه فاكرين الحكايه دي، عندنا البريبيكال سيمنتو اوسيس ديسبليجيا، عندنا السيمنتو اوسفاينج فايبروما، واخر حاجه هتبقى السيمنتو بلاستوما. احنا عندنا خامس ليجن اللي هو السيمنتو اوسفاينج فايبروما. سمنتو اوسفاين فايبروما ايه اللي بيحصل؟ ان النورمال بون بيبقى ريبليس ب هايلي سيلولار، هايلي سيلولار يعني هو فيه سيلز كتير فايبرس تيشو وفارينج اماونت اوف ايه امورفس بون. كان قبل كده لا، هما ان في اسيلولار كالسيفايد ماتيريال كانت شبه السمنتم او سمنتم لايك، فهم كانوا عليها سمنتو اوسفاين فايبروما، بس هما يعني دلوقتي هم لقوا ان ده ريبريزنت ايه امورفس بون، فهو برضو دي تسميه قديمه، هم لقوا ان ده في الاخر ما هواش سيمنتم، ده في الاخر برضو ايه ابنورمال بون. اهم حاجه نكون عارفينها يا دكاتره ان هو برضو بيحب يجي في اليونج ادلت فيميل، دي تاني حاجه دلوقتي في الماكس دي نقول انها بتحب يجي في الفيميل، وانا كنت عايزه اقول لكم بس كي كده تبقوا عارفينها كل ما تيجوا تذاكروا الليجنز اي ليجن. انا هحفظ القاعده الكبيره، لما انا هحفظ القاعده الكبيره اي حاجه اكسبشن انا هعرف القاعده الكبيره وهحفظ بس الاكسبشن، لما ابقى عارفه القاعده الكبيره مش هبقى مضطره احفظها، يعني انا هعرف ايه؟ هحفظ ان انا او هعرف ان انا عندي اغلب الليجنز بتحب تيجي في الاولد ايج، يبقى اغلب الليجنز بتحب تيجي في الاولد ايج، اغلب الليجنز بتحب تيجي في الميل يبقى هي هتحب تيجي ميل، حلو يبقى اغلب الليجنز هتحب تيجي في الاولد ايج، اغلب الليجنز هتحب تيجي في الميل، اوكي اغلب الليجنز هتحب تيجي في الماندبل مش في الماكزيلا، اغلب الليجنز هتحب تيجي في البوستيريور اريا، يبقى انا كده عرفت كذا حاجه، عرفت ان القاعده ان اغلب الليجنز هتحب تيجي في اولد ايج ميل لور بوستيريور اريا، حلو يبقى لما انا الاقي اي ليجن انا عايزه اتكلم عنه اغلب الليجنز طبعا هيبقى ريدي روسنت،
اما انا اجي اتكلم عليه وانا عايزه اتكلم عنه واحط في دماغي كده واحط القاعده العامه، لا هو كلهم هيبقوا في ايه؟ old age male posterior area، هيجي في posterior area في mandible. حلو، احفظ بس الاكسبشن. فانا لغايه دلوقتي خدت اتنين اكسبشن بيحبوا يجوا في ايه، دكاتره بيحبوا يجوا في الفيميل. انا قلت اول واحده فيهم هي مين، اول واحده هي البري ابيكال سيمنت اوسيس فيليج، تاني حاجه سيمنت اوس فاين فايبروما، هما الاثنين فيهم سيمنت فما انساهمش. هي بتحب تيجي برضو في اليونج ادلت فيميل، هتحب تيجي مع فايتال توز. هو البيشنت في الغالب هيجي يشتكي من بينلس سويلنج، يبقى هي في الاخر الاريا دي فيها سويلنج. حلو كده، هتحب تيجي في البري مولر والمولر اريا، هي كده في الماندبل، هي كده ما شزتش على القاعده في الاريا اللي هتحب تيجي فيها، بس شزت ان هي تحب تيجي في الفيميل. اوكي، يبقى هي الطبيعي انها تحب تيجي في الفيميل الا اذا الجوفينايل اجريسيف فورم بتاعها. يعني ايه كلمه جوفينايل؟ يعني فيري اجريسيف. فيري اجريسيف هو اجريسيف عشان بيجي في فيري يونج ايج، فهو هيحب يجي في فيري يونج ايج. فيري اجريسيف عشان هو بيحب يعمل ديستراكشن، فهو بيعمل سيفير ديستراكشن. فالجوفينايل اجريسيف فورم اللي هو الجوفينايل اوسيفاينج فايبروما بيحب يجي في البويز، يعني هو هيحب يجي في اليونج بويز، هو هيحب يجي في اليونج بويز وهيعمل ايه؟ ديستراكشن للبون بتاعه. تمام كده يا دكاترة. طيب الجيوغرافيكالي بقى انا شايفة الليجن هيبان ازاي. قالك هو في الاول خالص الليجن ممكن يبان ليه توتالي راديولوسنت، حتى لو رغم ان هو ماكس الليجن ممكن يبان ليه توتالي راديولوسنت. ليه ممكن يبان ليه توتالي راديولوسنت؟ عشان في الاول الامورفس بون اللي بيتكون بيبقى محطلوش مينراليزيشن، بيبقى بس اورجانيك مفهوش نان اورجانيك ماتيريال، فمحطلوش مينراليزيشن، فممكن يبان توتالي ريديوسنت. بس مع الوقت هيبان شويه اوباسيفيكيشن فوير زي اللي احنا شايفينها جوه الليجن دي، وهيبان يبدا يبان ان هو ايه؟ ماكسد ليجن. لو احنا جينا وصفنا ليجن زي اللي احنا عندنا اللي عندنا ده، دي كروبت بانوراميك فيو، انا شايفه في ليجن موجود في الرايت بوستيرير اريا، شايفه هنا ليجن موجود في الرايت بوستيرير اريا اكستند من الابيكس بتاع اللور 5 لغايه الميزال روت بتاع اللور سكند مولر، عامل دايفرجنس، عامل دايفرجنس فين في الروتس، عامل اكسبانشن، عامل شويه اكسبانشن وعامل شويه سويلنج زي ما انا شايفاها عند الابر كريست، عامل انفيرير ديسبيسمنت المانديبولار الابر كانال. كل اللي جيم بتحب تعمل انفير ديسبيسمنت ما عدا بايس الفايبرسيس بيج الوحيده اللي هتعمل سوبير ديسبيسمنت الانفير الابر كانال، هي الوحيده اللي بتعمل سوبير ديسبيسمنت. هو عامل هنا انفير ديسبيس من الامانديبر الالبر ايه كانال، فباين جدا ان ده ايه؟ ماكسد ليجن. اوكي كده يا دكاتره. هير از ايه بقى؟ ان اجريسيف فورم او جوفينايل فورم من السمنت اوسفاينج فايبروما. انا هنا شايفه جوفينايل فورم سنت اوسفاين فابروما زي ما انا شايفها هنا في البانوراميك فيو ده، انا شايفها في ليجن برضو موجود في الرايت مانديبولار اريا اكستند من الابكس بتاع او بتوين يعني القناين واللاترال توز لغايه الميزيال روت بتاع اللور سكند مولر، عامل اكسبانشن، عامل ثيننج الانفير بوردر اوف ذا ماندبل، وعامل سكالوبينج بوردر، عامل ايه كمان؟ عامل ريزوبشن للروتس بتاعت الفيرست مولر والفيرست وسكند بري مولرز. زي ما انا شايف هو ميكسد ليجن يا دكاتره، ولازم نفتكر او نعمل الليسته بتاعت الليجنز اللي بتحب تيجي سراوند باي ريديلوسنت ريم او ريديلوسنت باوندري او ريديلوسنت كابسول. هنقول ما انا كان عندي قبل كده البري ابيكال سمنت اوسيس بليجيا كان عباره عن ريديلوسنت وفي السنتر في راديو اوباسي. هنفرق ما بينهم ان كل الليجنز اللي هي ميكسد بتبقى عندها الريديلوسنت اكتر من الراديو اوباسي، لكن بينما في ليجنز معينه بتحب تعمل الريديلوسنت كبسول اللي هي بتبقى الريديلوسنت صغيره، بينما الراديو اوباسي اللي في النص هي اللي كتيره. ومين الليجنز دي؟ من ضمنهم السمنتو اوسفانج فايبروما، من ضمنهم الاودونتوما، من ضمنهم السمنتو بلاستوما، واحنا لازم نفتكرهم يا دكاتره عشان لو جالنا كسؤال انيوميريشن. فاللي انا شايفاه قدامي ده دكاتره ريديلوسنت ايه كبسول، ادي ميكس ليجن كبير ازاي وحواليه بس ريديلوسنت ايه كبسول. فاحنا عايزين نفتكر ان ده من ضمن الليجن بتعمل ريديلوسنت اللي حواليها بتبقى ريديلوسنت كبسول، وده كيس من الجوفينايل اوسيفاينج فايبروما. زي ما انا واخده بالي انا عندي امباكتد 8 وعندي الابكس تحت ال7 لسه ايه اندفلوبد، لان هي لسه ما اتقفلتش اوبند ابكس،
فده بيشنت سنه صغير دكاتره، فهي الكيس اللي دي تحب تعمل سيفير ديستراكشن، تحب تعمل زوبشن للروت، وده مش التيبيكال بتاعها في العادي. تالت واحده في الليجنز اللي بتحتوي على كلمه سيمنتا من دكاتره، عشان احنا قلنا بنحاول نحفظهم ان احنا نعمل لهم زي سيكونس كده او نخلي فيه زي كي في كل حاجه. فاحنا قلنا في ثلاثه فيهم كلمه سيمنتا من الليجن اللي هي بتيجي ميكس الليجن بير ايبيكال للايه للتوكس. تالت ليجن هو ايه؟ السيمنتو بلاستوما. احنا قلنا قبل كده البير ايبيكال سيمنتو اوسيس بليجيا، قلنا السيمنتو اوسفاين فايبروما، دلوقتي عندنا السيمنتو بلاستوما. السيمنتو بلاستوما ده اصلا عباره عن ايه؟ عباره عن non-tumor composed of a cementum like tissue. هو non-tumor composed of cementum like tissue. ايه ال most common في ال chief complaint اللي بيجي يشتكي منها ال patient؟ هو بيجي يشتكي من swelling و pain. بيجي يشتكي من swelling و pain، هو بيقول ان ال area دي painful و بيشتكي من swelling. لما باجي اشوف ال tools اللي related لل lesion بلاقيها vital ما فيهاش اي حاجة. من ضمن الحاجات كمان اللي انا بعرف الاحظها في ليجن زي السمنتو بلاستوما، ان ممكن والدة الطفل تقول لما انا اديته نان سترويدال انتي انفلاماتوري دراج، لما انا اديته ايبوبروفين هو فعليا خف وبقى احسن، يعني البين بيقل. فهو من ضمن الحاجات اللي انا تديني هنت كده ان هو عنده بين وبيخف بالنان سترويدال انتي انفلاماتوري دراج. فده من ضمن الليجنز او من ضمن الحاجات اللي بتديني هنت على السمنتو بلاستوما. يبقى انا عرفت كده هو هيجي في الادلت، ممكن يجي برضو في الشيلدر، هيجي برضو في بري مولر مولرز اريا، فده عادي خالص انا مش اي يعني فكره، بس انا عارف ان هو بينفول بيخف بنون سترويدال انتي انفلاماتوري دراج، والريليتد توس بتبقى ايه؟ بتبقى فايتال. طب شكله بيبقى ازاي راديوجرافيكال؟ هو شكله بيبان راديوجرافيكال ازاي؟ هو اولا ميكسد ليجن هيبان لي ازاي؟ دي حاجه لازم نفتكرها، ده تاني ليجن زي ما احنا قلنا بيبقى عبارة عن ميكس ليجن حواليه ريدي لوسنت باند او ريدي لوسنت كابسول. زي احنا قلنا يعني ايه ريدي لوسنت باند او ريدي لوسنت كابسول؟ يعني اغلب الليجن ريدي اوبيك بس في حتة ريدي لوسنت صغيرة حوالين الليجن. اغلب الليجن ريدي اوبيك بس في حتة ريدي لوسنت صغيرة زي اللي احنا شايفينها دي حوالين الليجن. احنا اول واحد احنا قلنا اللي هو مين برضو فيها كلمة سمنتم، سمنتو اوسفاين فايبروما. تاني واحد اللي هو مين دلوقتي؟ سمنتو بلاستوما. هو عبارة عن بيبان لي ازاي؟ ميكسد ليجن، ميكسد ليجن، وعشان هو في سمنتم لايك تيشو، وهم قال ان هو في الغالب ده بيطلع من السمنتم، هو هيكون كلوزلي اتاتش للروت، هيبقى كلوزلي اتاتش للروت، لان هو طالع منه هيبقى كلوزلي اتاتش للروت. ميكسد ليجن هيبقى شكله ايه؟ امورفس لايك. امورفس لايك يعني هو ممكن يكون كل الحتة دي وبيك دي مية واحدة، او ممكن يكون سبوك لايك باترن اللي هو سبوك وي لايك باترن، هو عامل زي العربية الكارو كده، يبان لي عامل العربية الكارو وحواليه ريديو لوسنت ايه باند ريزد للروت بتاعت بينفول تولز. حلو، ده من الليجنز المشهورة ان هو ممكن يعمل ريزوبشن في الروت، يبقى هو ممكن يعمل ريزوبشن في الروت، فده من الليجن اللي ممكن يعمل اكسبانشن يعمل ريزوبشن في الروت. احنا برضو تاني حاجه انا خدناها برضو بتعمل ريزوبشن في الروت هنا في الماكس ليجن، احنا خدنا من الماكس ليجن ممكن يعمل كده اللي هو مين؟ قلنا المين السمنتو اوسفاينج ايه فايبرو. حلو قوي. هو بيحب يجي زي ما احنا قلنا في البري مولرز مولرز اريا زي ما احنا شفنا في السنه دي. ممكن يعمل ايه كمان؟ ممكن يعمل اوبسكيورنج للروت، يعني انا ما اقدرش اشوف الملامح نفسها بتاعه الروت. يعني انا في الكيس الاولانيه دي انا شايفه ملامح الروت لحد ما، لكن انا هنا عامل لي اوبسكيور كومبليت اوبسكيورنج. طبعا ده هنا هطلع ديفلوبينج اكتر للليجن، عشان كده هو هنا باين مور ريدي اوبيك، ويا دوبك هيب لي يا دوبك هنت بس على الريدي لوسنت كبسول حواليه. انا عامل سيفير اكسبانشن، عامل اوبسكيورنج للروت، انا مش شايفه الروت اصلا، الروت انا مش شايفاه. ممكن يعمل اوبسكيورنج للروت، يعني ممكن يعمل ريزوربشن للروت، ممكن يعمل اوبسكيورنج للروت. تالت صورة أنا عايزة أوريها لكم عشان أوريكم إن مفيش حاجة أبسولوت يا دكاترة. صحيح الليجن إحنا قلنا إن هو ممكن يجي أو هو بيحب يجي في البري مولر مولر إريا بتاعة الماندبل، بس كمان أنا ممكن أشوف السمنتو بلاستوما فين يا دكاترة. ممكن أشوفها عادي في المجزلة، عشان ما أشوفهاش في المجزلة أقول إيه ده، لا ده جاي في المجزلة ده مش سمنتو بلاستوما. مفيش حاجة أبسولوت، مفيش حاجة أبسولوت، كل حاجة ليها إكسبشنز. وممكن يجي عادي في المجزلة زي الليجن اللي أنا شايفاه هنا، ده ويل ديفاين ميكس ليجن، هنقول إن هو جاي فين؟ جاي ريليتد برضه هنا برضه للمولرز اريا. انا شايفه هنا ده شكله كده 7، اوكي ريليتد ل 7. هو اصلا كده كده واخد من اول الكناين لغايه الميزيال بتاع الايت ورا، وطبعا لارج ليجن زي ما احنا شايفين، وحواليه ريدي لوسنت ايه كبسول،
وهو جاي اصلا على حساب كمان الهارد بالانس، فهو يعني ده سمنتو بلس اون، وزي ما احنا قلنا ان هو كلور لاتاتش الروت. لو انتوا خدتوا بالكم هنا هو فعلا فعلا كلور لاتاتش الروت، هو مفيش اي حاجه بتفصل بينه وبين الايه الروت دكاتره، فزي ما احنا قلنا مفيش حاجه ابسولوت. انا لا، لو حبيت احط له ديفرنشال دايجنوز احط ديفرنشال دايجنوز، ممكن احط ديفرنشال دايجنوز ايه، ممكن احط سمنتو سفاين فايبروما او ممكن احط سمنتو سفاين فايبروما. بس هفرق ما بينهم ازاي؟ هفرق ما بينهم ان انا هقول السمنتو اسفاين فايبروما زي ما احنا قلنا هو طلع في الاخر ما بيطلعش، ده ما بيطلعش من السمنتم، ده امورفس بون، فهناك مش هيبقى كلوزلي اتاتش للروت، بينما في السمنتو بلاستوما هو كلوزلي اتاتش للروت. في كلا الحالتين البيشن ممكن يشتكي من اكسبانشن، بس في حاله السمنتو بلاستوما البيشن في الغالب سنه صغير زيها عادي زي السمنتو اسفاين فايبروما، بس بيشتكي من بين وبيحصل له ريليف في النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري. دلوقتي بقى دكاترة هنبدأ نتكلم على آخر ثلاثة ليجنز في البري ايبيكال ميكسد ليجنز الليست، اللي هم أصلا رير بري ايبيكال ليجنز، هم مش بيحبوا يجوا بري ايبيكال. أول واحد فيهم اللي هو ايه، الكالسفاينج اوتوجينيك سيست. الكالسفاينج اوتوجينيك سيست ده دكاترة هو في الآخر عبارة عن ايه، عبارة عن برضو هو قبل كده كانوا بيقولوا ان هو سيست، دلوقتي هو محطوط في الليسته بتاعه التيومر ال WHO، شويه بتحطه في السيست ليست وشويه بتحطه في التيومر سيست، عشان هو بيدي او بيعمل بيهيفيرز شبه السيست احيانا، يعني احيانا هم بيلاقوا فيه سيستك فلويد، واحيانا بيدي بيهيفيرز قريب شويه من الاجريسفنس بتاع التيومرز مش السيست لايك. المهم يعني هو لو جه في المجزله بيحب يجي في الانتيريور اريا، ده يعني من ضمن الليجنز اللي بتحب تيجي في الانتيريور اريا. احنا قلنا قبل كده واحد بيحب يجي في الانتيريور اريا، بيحب يجي في اللور انتيريور اللي هو البريتيكال سمنتو ديسبليجيا. هنا ده تاني واحد احنا بنتكلم عليه في الماكس ديجي بيحب يجي في الانتيريور اللي هو مين، كالسفاين اودوجينيك سيست. لو جه في الماندو بيحب يجي عادي في البري مولر مولر اريا. وعشان برضو نفضل حاطين يعني كيب ان مايند لدكاتره الادينوماتويد اودوجينيك تيومر اللي هو الاي او تي، ده ديفرنشال دايما للسي او سي، يعني دايما هما الاثنين ديفرنشال لبعض. لما انا الاقي الليجن جاي لي اكتر في الانتيريور ماجزيلا بحب احط في الاول وعامل لي يعني عامل سراوندنج للتوس كلها تقريبا او لاغلب الروت الكراون بالروت، بحب احط الاي او تي الاول، بعد كده احط ديفرنشال ليه السي او سي. لما احب اما الاقيه جاي في الماندبل اكتر من الماجزيلا وبالذات في البري مولرز مولرز اري او حتى برضه في اللور انتيريور وده باين عليه ان هو تيومر، بحب احط ساعتها الاي او تي الاول، بحب احط ساعتها السي او سي الاول وبعد كده احط الاي او تي ديفرنشال. زي ما احنا قلنا هو السي او سي بيحب يجي في الانتيريور بتاع المجزلة والبري مولر مولر بتاع الماندبل. هو برضو بيمر بستيج اوف ماتوريشن، ممكن يبدا في الاول توتال ريدي روس وبعد كده بعد شويه يحصل له شويه ماتوريشن، يحصل له شويه ديفلوبينج، فبيبقى فيه شويه هند كده او سكتر راديو بس راديو بيك في الصين. هو من ضمن الليجنز اللي بتحب تعمل برضو دكاتره روت ريزوبشن، فده كومن بالنسبه له خالص ان هو يعمل لي ايه روت ريزوبشن. زي ما احنا قلنا هو من الليجنز اللي رير انها تيجي بريتيكال، هو بيحب اكتر يجي بيري كرونال لدكاتره، فهو لما يجي بيري كرونال فانا هتبقى تشيك على اساس البيشنت هو عنده ان ايرابتد تيس، واحنا هنلاقي في ليجنز كتير هتعدي علينا كده هو البيشنت الشكوى الاساسيه ليه هو بيحب ان هو جاي يشتكي ان هو في عنده ميسنج توث وما طلعتلوش زي الاودونتوما، ده من ضمن الشكوى اللي هو يجي يشتكيها في سي او سي وعنده ميسنج توث برده، عشان هو من ضمن الليجنز بيحب يجي اكتر بيري كرونال مش ان هو يجي بيري ايبيكال يا دكاتره. طيب تمام اوكي، طب انا راديوجرافيكلي انا متخيل ان انا هشوفه شكله عامل ازاي، هو شكله هيبقى عامل ازاي يا دكاتره؟ هو في الاخر ميكسد ليجن، ميكسد ليجن احنا قلنا ممكن يبدا توتالي ريدي لوسنت وبعد كده يبدا يبقى فيه هاند اوف كالسيفيكيشن. فانا هبدا اشوفه زي ما انا شايفه هنا في البانوراميك فيو ده، البانوراميك فيو ده انا شايفه هنا well defined corticated lesion. انا في الاول ممكن لو بصيت عليه افتكر ان هو ايه، ان هو totally resolucent، بس لو انتوا شفتوا هنا في الفيو ده احنا عاملين هنا زومينج شويه هتلاقوا فيه hint of calcification صغير اهو، hint of calcification جوه الليجن، ففعليا ده ميكسد مش totally resolucent، فانا هلاقي فيه well defined corticated، ده ميكسد ليجن مش totally resolucent، ده ميكسد ليجن. هنا عامل ايه؟ عامل divergence للروت، هو جاي من مين ومين؟ هو جاي من الروت الابكس، يعني عندي من الابيكال ثيرد كده بتاع اللاترال ووصل لغايه الاكس بتاع الفور، عامل ايه هنا دكاتره؟ عامل دايفرجنس في الروت، فهو هنا عامل دايفرجنس في الروت والحمد لله هو مش عامل ريزوبشن، مش عامل اي حاجه في الحاله دي، بس احنا قلنا ان الروت ريزوبشن ممكن يبقى كومن عادي.
فهو هنا مش عامل ريدوكشن في الحالة دي، فهو defined corticated mixed lesion عامل divergence في الروت. تمام اوكي. هنا في الاوكلودال فيو ده هو هنا عامل لي ايه؟ وهنا فعلا عامل روت ريدوكشن، ادي برضو هو ده ميكسد ليجن، اهو انا شايفه ريزولوشن ليجن جوايا راديو بس، وهو فعلا عامل ايه؟ ريزوبشن للروت. يبقى انا عرفت ان هو من ضمن الليجن فعلا بتحب تعمل ايه؟ ريزوبشن للروت، للروت يا دكاتره. انا هنا ممكن احط له ديفرنشال دايجنوز ايه؟ انا ممكن اتلخبط اقول عليه سمنتو بلاستوما، سمنتو بلاستوما بتبقى كلوزلي اتاتش للروت. ممكن اقول عليه ان هو سمنتو اوسفاينج فايبروما، او انا عارف ان سمنتو اوسفاينج فايبروما بيحب يعمل ريزوبشن للروت. حلو. السمنتو اوسفاينج فايبروما بيحب يجي في ايج اصغر من ده، يعني مش نفس الايج ده، بيحب يجي في ايج اصغر من كده. السمنتو اوسفاينج فايبروما بيبريفير الماندبل عن المجزلة، يبقى السمنتو اوسفاينج فايبروما بيبريفير الماندبل عن المجزلة. السمنتو اوسفاينج فايبروما بيحب يجي في ايج اصغر. اوكي. السمنتو اوسفاينج فايبروما احنا قلنا فعليا بيحب يعمل كمان اكسبانشن اكتر. هنا الاكسبانشن مش يعني مش موست كومن قوي مع الايه الكتفاين اوتوجينيك سيست يا دكاتره. تاني واحد في الرير بري ابيكال ليجن يا دكاتره، الكرونيك اوستيومايلايتس. الكرونيك اوستيومايلايتس ده بيحصل نتيجه انفلاميشن في البون، نتيجه ان البيشنت ده كان عنده مثلا بادي ديكي توث، كان عنده لارج ريستوريشن، كان عنده نكروزز في البلب، هي كانت اكسبوزد توث، كان عنده كروز في البلب والبيشنت طنش وما راحش عمل اندونتك تريتمنت، ففضل موجود الانفكشن لغايه ما عمل انفلاميشن بري ابيكال، بعد كده حصل سبريد في البون فعمل ايه؟ انفلاميشن في البون، او هو البيشنت خد تروما فمن الاول هو اصلا جاله انفلاميشن في البون. هو ليه هو رير بري ابيكال ليجن؟ لان في الغالب البيشنت لما بيجي هو بيبقى في الغالب عامل اكستراكشن للتوث اللي كان فيها المشكله، بس كان بيبقى حصل فعلا انفلاميشن في البون، فانا بلاقيها في ايدنشلس اريا، او زي ما انا قلت كده هو نتيجه ايه؟ تروما. يعني هو مش بسهوله ان هو يحصل انفلاميشن في البون غير لو كان البيشنت ده اميون كومبرومايز او الاميونتي عنده قليله شويه. فطبيعي دكاتره انا بلاقي الكرونيك اوستيومايلايتس الموست كومن اريا اللي هو بيحب يجي فيها، بيحب يجي في الماندبل عن المجزله. ليه؟ عشان الماندبل بلاد سبلاي بتاعه اقل، فالانفكشن العرضه يحصل في الماندبل اعلى بكتير من اللي يحصل في المجزله، فهو بيحب يجي في الماندبل في البري مولر مولر اريا. ده بالنسبه للكرونيك اوستيومايلايتس. هو ممكن يبدا عادي ككرونيك اوستيومايلايتس من الاول، او ممكن يبقى اكيوت وسبسايد لايه؟ لكرونيك اوستيومايلايتس. هو البيشنت هيجي يشتكي من ايه؟ هيجي يشتكي من اعراض بتاعه الانفكشن، هوتنس، ريدنس، سويلنج، هيجي يشتكي من ليمفادينوباثي، عنده انلارج وبينفول لينف نود، هيجي يشتكي من ساينس تراكت، هو فعليا حصل ابسس في الاريا دي فعمل بوله او فتحت في السكن او في الميكوزا، فهو هيجي يشتكي من ايه؟ من الاعراض دي كلها. عادة الكرونيك اوستيومايلايتس هو موست كومن بيجي في البيشنتس هم يعني سنهم ادلت، وبيحب يجي برضه في الفيميل، غير نوع واحد بس اللي هو الجيرز اوستيومايلايتس، ده بيبريفير الايه؟ التشيلدرن. يبقى الجيرز اوستيومايلايتس الوحيد بيحب يجي فين؟ في التشيلدرن يا دكاتره. تمام. بالنسبه للراديوجرافيك بيكتشر، الاوستيومايلايتس من الحاجات اللي ليها راديوجرافيك بيكتشر متنوعه جدا. انا ممكن الاقيها تيجي radiolucent، وعشان احنا بنتكلم على حاجه نتيجه انفكشن فهي هتبقى ال-defined، ال-defined radiolucent، وفيها hint او ايه او one or more radio opaque ايه فصال، يبقى هي اصلا هتيجي ال-defined radiolucent وفيها hint of ايه calcification كده في النص. وفي الغالب ال calcification اللي بتبقى في النص دي بتبقى عباره عن sequestered. يعني دكاتره يعني ايه sequestered يا دكاتره؟ ده عباره عن كان normal bone حصل له نيكروزس، يبقى هو كان نورمال بون حصل له نيكروزس فحصل فيه كالسيفيكيشن فبقى ديتاتشد من النورمال بون العادي، بقى ديتاتشد وحصل فيه كالسيفيكيشن، فتبقى الراديو بس بتاعته اعلى من الراديو بس بتاعت البون الايه؟ الطبيعي. فهو ممكن يجي في شكل ايه؟ راديو لوسنت وفي وان اور مور راديو بيك فوساي. ممكن يجي دكاترة ريدي لوسنت في دراج بوردر. يعني ايه دراج بوردر؟ يعني ال ديفايند بوردر عامله زي بالظبط البوردر بتاعه التيومر. زي ما انا شايفه هنا البيشنت ده كان عنده ريميننج روت، الريميننج روت دي فضلت لغايه ما عملت لي انفلاميشن رهيب في البون، حتى حصل باثولوجيكال اصلا فراكشر. انتوا خدت بالكم حصل باثولوجيكال فراكشر زي ما باين في الكروب بانوراميك فيو ده، حصل باثولوجيكال فراكشر في انتو بوردر اوف ذا ماندبل.
وده ميكسد ليجن. ليه برضو؟ عشان انا شايفه فيه حتت ايه برضو سيكويسترا اهي، في حتت ايه سيكويسترا عمل باثولوجيك ستراكشر، فهو برضو اوريدي بس مزرعه البوردر. انا اخر البوردر بتاعت انا مش عارفه هي اخر الليجن هنا هنا هنا، لا هو الليجن فعلا ال ديفاين، فانا مش قادر احدد. فهو ممكن يبقى برضو اوريدي بس مزرعه ايه راج بوردر. ممكن يجي ايه دكاتره سولت اند بيبر ابيرنس، سولت اند بيبر ابيرنس عامل زي الملح والفلفل كده. هو حصل انفلاميشن في البون كله، وده في الغالب بيحصل في الاولد ايج عشان الاميونتي بتاعهم قليله جدا جدا، فالسبريد بتاع الانفكشن بيبقى اسهل واسرع بكتير. فبيديني المنظر، فالبون مارو مثلا في سبريد في الانفكشن، فبيديني المنظر بتاع السولت اند بيبر ايه ابير زي ما حصل هنا سبريد في الايه في الجو كله. اوكي ممكن كمان يبقى شكله عامل ازاي، ممكن يبقى يديني دنس ريدي اوبيك فوساي. وطبعا مش معنى ان هو دنس ريدي اوبيك فوساي مفيش ريدي لوسنت، لا احنا زي ما انا شايفه هنا كده ادي البادلي ديكيت توس اهو، في عندي وايدنج فرونتال ليجمنت سبيس، وايدنج فرونتال ليجمنت سبيس اوكي، وفي دنس ريدي اوبيك ليجن وحواليها برضو في ريدي لوسنت، ريدي لوسنت اريا. المنظر ده كده يفكرني بايه يا دكاتره؟ بالريفاين ويز كوندنسنج اوستيوايتس، اللي هو انا قلت لكم دي اللي هي الفوكال سكليروزنج اوستيوايتس لو انتوا فاكرين، فوكال كرونيك سكليروزنج اوستيوايتس. قلت لكم ده فعلا شبه الايه الريفاين ويز كوندنسنج اوستيوايتس. اي حد هتلخبط في الليجن ده يقول لي طب ما هو ده شبه السمنتوما، لا هنفتكر ان السمنتوما بتطلع اصلا من السمنتوم، فمش هيبقى ابدا في ريديوسنت ريم اللي انا شايفاها هنا، مش هيبقى في قصدي ريديوسنت وايدنج في البروتونتال ليجن سبيس، هتبقى كلوزلي اتاتش للايه للتوس. البيشنت ده السنه بتاعته ما هياش فايتال، السنه بتاعته في الغالب هتبقى نون فايتال، بينما هناك في السمنتوما السنه هتبقى فايتال. احنا مش عايزين نتلخبط في الديفرنشال دايجنوز، بس لو انا حطيتها كديفرنشال دايجنوز هقول ان هناك في السمنتوما السنه فايتال، البيشنت جاي يشتكي من بين هنا عنده ده. هنا بالنسبه للاوستيومالات هو جاي يشتكي من اعراض انفكشن زي الهوتنس والريدنس والسويلنج، والسنه هنا عندي نون فايتال، فانا مش عايزه انسى الحاجات دي. هي ممكن يجي برده دنس ريدي اوبيك ايه فصايله برده ميكسد ليجن. ممكن يجي لي ايه كمان يا دكاتره الباترن اللي هو ممكن يجي ده زي ما انا شايفه كده بيشنت سنه صغير، هو فعلا بيشنت لسه عنده ميكسد تنسيشن، ده البيشنت ده لسه صغير. فده الجيرز اوسمالايتس، هو ده الوحيد اللي من كرونيك اوسمالايتس اللي بحب يجي فعلا في التشيلدرن. ممكن يجيني شكله عامل ازاي؟ ممكن يعمل لي بريوستيال نيو بون فورميشن، يبقى هو ممكن يعمل بريوستيال نيو بون فورميشن، بريوستيال رياكشن يخلي البريوستيال يعمل لاينج للايرز جديده من البون، فيديني المنظر بتاع ايه دكاتره؟ الاونيون سكين ابيرنس. لو انتم شايفين هنا عندي اونيون سكين ابيرنس، باي ذا واي دي كات كوم بي ام سي تي، دي سجل طرفات من كومبين سي تي. انا شايف هنا في ايه اونيون سكين ابيرنس عامله زي التفريعات بتاعه الاونيون بتاع البصل. الحاجه ريدي اوبيك قوي اللي انا شايفاها هنا دي سيكويستر دكاتره، ده نيكروتيك بون او ديد بون. اوكي زي ما شايفه هنا في الاكزيال كات اللي انا شايفاها هنا في ايه دبل كورتكس، في بالاوسيان نيو بون فورميشن في دبل كورتكس برضه، انا شايفه في سيكويستر فين بكالي وسيكويستر فين هنا لينجوالي في حاله الماندبل. ده دي تشايلد كان عندها بادلي ديكاي توز وفعليا هي خلعتها، وبعد كده هم بعد ما خلعوها لاحظوا ان البيشنت دي بقى عندها سويلنج، لان هو فعليا هي خلعت الانفكتد توز بس البون كان حصل له انفلاميشن فعلا. فدي ديفرنت تايبس دكاتره وديفرنت فورم انا ممكن اشوف عليها الايه الاوستيومالايز. اخر حاجه دكاتره في الليسته بتاعت البريبيكال ميكسد ليجن، بريبيكال ميكسد ليجن ده اخر واحد في الرير بريبيكال ليجن هو الاودونتوما. هو ليه رير بريبيكال ليجن؟ علشان خاطر هو بيحب يجي اكتر بيريكرونال، هو ده من ضمن الحاجات اللي بتعمل هندرنج للاربشن بتاع التوز او بيمنع الاربشن بتاع التوز. فبتبقى الفيرست كومبلين بتاع البيشنت انا ما طلعتليش السنه دي مزد. احنا قلنا كده على ايه كمان؟ قلنا كده على سي او سي، هو برده بيحب يجي اكتر بيري كرونال وبرده بتبقى الفيرست كومبلين بتاعت البيشنت انا ما طلعتليش السنه والسنه بتاعتي مزد. الاودونتوما بتحب تيجي في اليونج بيشنت، بتحب تيجي في بيشنت لسه ما كملش اصلا 20 سنه، ممكن يكون لسه بيلعب في مثلا 19 18 يمكن اصغر كمان من كده، فهي بتحب تيجي في اليونج بيشنت. البيشنت ممكن يكون اصلا عنده 15 سنه بتحب تيجي في اليونج بيشنت. زي ما قلت الشيف كومبلين بتاعته ان انا عندي ميسنج توث، فدي حاجه احنا لازم نحطها في دماغنا.
طيب راديوجرافيكال بقى يا دكاتره، انا متخيل الاودونتوما، واحنا لازم نعرف انها الموست كومن اودونجينيك تيومر، يعني هو في الاخر الاودونتوما دي عباره عن اودونجينيك تيومر. هي موست كومن اودونجينيك تيومر هي عباره عن ايه؟ عباره عن تيومر بيطلع من ال توس ستراكشر، حاجه توس لايك ستراكشر. انا هلاقي ايه اما اجي ابص عليه في الفيديوجراف؟ هلاقي حاجات شبه البنتين، شبه الانامل، شبه البلب، فهو بيطلع من التوس ستراكشر، فده موست كومن اودونجينيك ايه تيومر يا دكاتره. اوكي البيشنت لما اجي اعمل له روديجراف هلاقيه هتاخد الايه الصوره بتاعتي كذا فورم، يا اما هتبقى ايه سيمبل اودونتوماز، يعني انا هلاقي حاجات انا بسميها الدنتكلز، حاجات شبه التوس صغيره كده بسميها دنتكلز، هي ويل ديفايند ميكسد ليجن وحواليها ريدي لوسنت ريم. افتكروا بقى انا قلت كام واحده لغايه دلوقتي حواليها ريدي لوسنت ريم، فهتبقى ويل ديفايند ميكس الليجن حواليها ريدي لوسنت ريم، هي ممكن تكون شبه السنان الصغيره فسميها دنتكلز، يعني دي شبه فعلا سنان صغيره فهسميها دنتكلز. ممكن يا دكاتره تبقى كومباوند اودونتوما. انا عايزاكم تحطوا زي هنت كده في دماغكم علشان تحفظوا الكومباوند. انا عندي في كومباوند اودونتوما، في عندي كومبلكس اودونتوما، هما الاثنين بيحبوا يجوا في اريا مختلفه عن بعض، وفي ميل او فيميل، دي حاجه عايزاكم تحفظوها بهند كده في دماغكم. كنت دايما بشرح في السكاشن او في المحاضرات هو مين مور كومبلكس في الشخصيه، الميل ولا الفيميل؟ طبعا يعني بي سمارت، فاكيد كنت هتقولي ان المور كومبلكس هي الفيميل، وهي دي الحقيقه. الموست كومبلكس يا دكاتره هي الفيميل، فمتخيل ان الكومبلكس اودونتوما هتيجي فين؟ في الفيميل، بينما الكومباوند اودونتوما هتيجي فين اكتر؟ ليها بريديليكشن ايه اكتر؟ في الميل. حلو قوي. اوكي مين كابون معقد اكتر؟ مين كابون بيحصل له انفكشن اكتر؟ مين كابون بيجي فيه اغلب الليجنز اكتر؟ الماندبل ولا المجزلة؟ طبعا احنا عارفين مين اللي هو ايه؟ الماندبل، فبالتالي الكومبلكس اودونتوما هتيجي في الماندبل اكتر، بينما الكومباوند هتيجي في المجزلة اكتر. فبالتالي الحاله اللي قدامي دي دلوقتي يا دكاتره جايه مجزلة، فانا متخيل ان دي عباره عن ايه؟ في الغالب دي عباره عن ايه؟ كومباوند اودونتوما، عشان هي جايه اكتر في مجزلة. طبعا احنا قلنا مفيش حاجه اسمها ابسولوت، ممكن اي حاجه تيجي في اي حاجه، بس انا في الغالب لما هلاقي المنظر ده احط ان دي كومباوند اودونتوما ايه اكتر. عامله لي هنا فعلا ايه؟ عملت منعت لي الاربشن بتاع الايه؟ اللاترال اللي قدامي ده، فهي فعلا منعت الاربشن بتاع اللاترال اللي قدامي ده. يبقى ده عندي كومباوند ايه اودونتوما، هي انا عندي هنا ميكسد ليجن سراوند باي ريديلوسنت ريم، منع لي الاربشن بتاع الايه؟ اللاترال ده. حلو قوي. بينما كومبلكس اودونتوما بتحب تيجي اكتر فين يا دكاتره؟ في الماندبل، في البوستيري اريا بتاعت الماندبل. كومبلكس اودونتوما بحس انها عامله زي باتش، فيري ري اوبيك باتش، فيري اوبيك باتش، ملهاش ملامح، مش مديه شكل سنه اصلا. يعني هي كومباوند اودونتوما لسه مديه شكل السنان، لسه انا عارفه اميز شويه بلب، اميز شويه دنتين، اميز شويه انامل. بينما الكومباوند اودونتوما عباره عن راديو بيك، فيري دنس راديو بيك باتش، اعلى كتير من راديو باسي بتاعت البول، وهتبقى موجوده في البوستير اريا بتاعه الماندو يا دكاتره. فالقدامي ده كومبلكس اودونتوما. اوكي انا عندي الحاله اللي قدامي دي حاله كومبلكس ايه اودونتوما. لو انا حبيت احط ديفرنشال دايجنوز لحاجه زي كده، طبعا دي حجمها كبير جدا جدا، في الغالب متوقع ان البيشنت ده جاي يشتكي اصلا كمان من اكسبانشن في الجو. لو حبيت احط حاجه شبهها افتكر الحاجات اللي بتعمل ايه راديو لوسنت ريم، فانا ممكن احط السمنت اوسفاين فايبروما، هو فعلا ممكن يعمل سيفير اكسبانشن، هيجي في بيشنت سنه صغير برضه، بس انا متخيل السمنت اوسفاين فايبروما الراديو باتس بتاعته مش هتبقى عاليه قوي كده، فدي حاجه هتعرفني الفرق ما بين الاثنين. في الغالب السمنت اوسفاين فايبروما مور اجريسيف عن الاودونتوما. الاودونتوما رغم ان هي ممكن حجمها هنا يخوف شويه، بس هي مش اجريسيف قوي زي الجوفينايل سمنتوس فاين فايبروما اللي ممكن تعمل اكسبانشن بالحجم ده. وريديو بس بتاعته مش هتبقى بالشكل اللي انا شايفاه قدامي ده، ممكن احطه فعلا كديفرنشال دايجنوزس. هنعرف نفرق ايه ده يعني؟ كل مره هقول حاجه هعرف افرق في الديفرنشال دايجنوزس بكذا حاجه، بالايدج بتاع البيشنت، سكس بريديليكشن، الكلينيكال بيكتشر، فانا هقدر افرق فيها ايه بالظبط الحاجه اللي قدامي دي. دلوقتي يا دكاتره احنا خلصنا الليجنز اللي هي اسوشيتد مع البيري ايبيكال اريا بتاعت التوس، هناخد دلوقتي البيري كرونال ميكسد ليجن. احنا خدنا فعليا اتنين منهم، قلنا اتنين منهم بيحب البيري كرونال اريا، هما مين؟
قلنا سي او سي، قلنا الايه الاودونتوما. فاحنا عندنا في الليسته مين؟ عندنا الاودونتوما في الانترميديت ستيج زي ما احنا عارفين، عندنا سي او سي برضه في الانترميديت ستيج احنا عارفين انها ممكن تبدا توتالي ريدي لوسنت. عندنا ايه كمان يا دكاتره؟ الثانيه اللي هي ديفرنشال مع الثانيه اللي هي ديفرنشال مع السي او سي، قلنا دايما هي بتحب تيجي ديفرنشال معاها اللي هي ادينوماتويد اونجينيك تيومر، فدي برضه تبع الميكسد ليجن. عندنا حاجه اسمها الامينو بلاستيك فايبرو اودونتوما، واخر حاجه الكالسفاينج ابيثيليال اوجينيك تيومر. زي ما انا عودتكم في البريبيكال ليجنز انا عشان احاول اخليكم تحفظوه، فانا هنا برضو هحاول اخليكم تحفظوه. احنا عندنا اثنين متكررين في البريبيكال اللي هم اودونتوما وسي او سي، فانا هفتكر حاجه، هفتكر الاودونتوما في واحده شبهها جدا بتحب يجي برضو تيجي برضو في اليونج بيشنت، بالعكس بس انها اصغر كمان، يعني هي بتحب تيجي اكتر في التشيلدرن، حابب تيجي في بيشنت عنده 11 سنه 12 سنه، سن اصغر كمان من الاودونتوما، واسمها قريب من الاودونتوما لان هي برضو طالعه من التوس ستراكشر، فاسمها امينو بلاستيك فايبر اودونتوما. عايزين نفتكر دايما يا دكاتره، كل ما افتكر كلمه امينو بلاست دي افتكر كلمه اكسبانشن، يبقى هلاقي كلمه امينو بلاست هفتكر ان فيه هيوج اكسبانشن، يبقى الامينو بلاستيك فايبر اودونتوما هتحب تعمل اكسبانشن، هتيجي في سن صغير اصغر كمان من الاودونتوما عشان افتكرها. هفتكر ان انا خدت في البريد كلين سي او سي اختها على طول في الديفرنشال معاها اللي بتحب تيجي ديفرنشال معاها هي الاي او تي، اختها على طول في الديفرنشال معاها هي الايه الاي او تي، واخر واحده خالص في الليست اللي هي مين كالسيفاينج ابيثيليال اوجينيك ايه تيومر. فده انا قلت يا دكاتره احنا اول واحده قلناها اللي هي الايه الاودونتوما، لو احنا افتكرنا ان التشيف كومبلين بتاعه البيشنت ان هو كان جاي يشتكي من ميسنج توس، عملت له انا راديوجراف فلقيت راديو ميكسد لقيت ميكسد ليجن، ادي راديو بيك ليجن راديو بيك في السنتر وسراوند باي راديو لوسنت ريم، ميكسد ليجن منع او عمل هندرنج للاربشن بتاع الايه التوث، دي تبقى الشيف كومبلين بتاعه الايه البيشنت عشان كده هو بيحب يجي بيري كرونال اكتر. ودي كالسيفاينج اوجينيك سيست زي ما احنا قلنا انها بتحب تيجي في الانتيرير بتاع المجزله وتحب تيجي في البريمولر مولر اريا بتاع المانديبول، وان انا لو لقيتها في الانتيرير بتاع المجزله هحب احط ولقيت ان الليجن عامل سراوندنج لاغلب التوس او لاغلب الروت الكراون واغلب الروت، هحط الاي او تي الاول واحط ديفرنشال ليها سي او سي، هما الاثنين بيحبوا يجوا بنفس المنظر تقريبا. فانا شايفه هنا برضو اهو ميكسد ليجن، اهو ميكسد ليجن ريليتد لانهي اريا، هو جاي عند يعني ديستال لايه يا دكاتره؟ هو جاي ديستال لللاترال بتاعي، جاي ديستال لللاترال بتاعي، عمل لي ايه؟ عمل لي displacement للكناين وdisplacement للفيرست بريمولر السوبيريور ناحية الساينس بتاعي، ادي ميكسد ليجن انا شايفاه. فانا في الحالة دي ممكن احط فعليا ممكن احط في الحالة دي احط الاي او تي الاول وبعد كده احط السي او سي، وانا حالا هتكلم دلوقتي عن الايه عن الاي او تي. زي ما انا شايفه هنا في السي تي ده انا عندي برضو ادي ميكسد ليجن هنا الليفت اريا دي عند ميكسد ليجن، عمل اكسبانشن عمل اكسبانشن هنا للباكل بليت اوف وون، عمل سلايت اكسبانشن في الباتا بليت اوف وون، وفي هنت اوف ايه كالسيفيكيشن زي ما انتم شايفين كده، احنا كده انا قلت عليه ان هو ميكسد ليجن هنت او فوصاي صغيره، فده كالسيفاين اوتوجينيك ايه سيست يا دكاتره. The third lesion in the list of very coronal mixed lesions اللي هو الادينوماتوجينيك تيومر او الاي او تي، واحنا لازم نحفظ الاختصارات دي عشان احنا احيانا بنجيبها في الامتحان لوحدها من غير الاسم الكامل. الاي او تي ده ما احنا قلنا هو دايما الديفرنشال بتاع سي او سي يا دكاتره، عشان كده انا اتعمدت ان انا اجيبه لكم بعد سي او سي عشان تفتكروا ده الديفرنشال بتاعه. الديفرنشال بتاعه يعني ايه؟ يعني هو بيحب يجي كماكسد ليجن، هو بيجي بيحب يجي بيري كرونال، بس الاي او تي بيحب يجي كونتيننج تقريبا الماكسيمم بتاع التوث كلها، بيبقى التوث كلها تقريبا جوه يعني امبيدد وزن الليجن. ال AOT بيحب يجي في ال upper anterior area زي ال COC. ال AOT يا دكاترة هو في الآخر benign tumor ليه female predilection، أدي حاجة تانية احنا قلنا إنها بتحب تيجي في الفيميل أكتر، زي ما قلت لكم القاعدة العامة أنا هعرفها في أي exception بعد كده أنا هحفظه، فهو بيحب يجي في ال upper anterior وبيحب يجي في الفيميل يا دكاترة، هو في كده two exception أهو، بيحب يجي في ال upper anterior وبيحب يجي actually هما 3 exceptions، لان هو بيحب يجي في المجزله اكتر من المندبل، بيحب يجي في الابر انتيريور، بيحب يجي في الفيميل يا دكتور.
هو بيعمل اكسبانشن بس مش هيوج اكسبانشن، الاي او تي بيعمل اكسبانشن بس مش هيوج اكسبانشن، هو عامه رير ليجن. برضو ال WHO احيانا اللي هو ال World Health Organization احيانا بتحطه تبع الليجن بتاع السيست، واحيانا بتحطه تبع التيومر عشان هما بيلاحظوا ان هو عنده بعض ال behaviors بتاعت السيست، زي ان هو احيانا بيلاقوا جواه cystic fluid وهو احيانا بيتصرف as a benign tumor. اوكي انا متخيل الراديوجرافيكالي هشوفه ازاي يا دكاتره. انا عندي البانوراميك فيو اللي قدامي ده اللي انا قلت لكم ديسكرايب الليجن اللي انا شايفه قدامي، هعمل له ديسكريبشن ازاي. هقول ان انا شايف ويل ديفايند كورتيكيتد، ويل ديفايند كورتيكيتد، في كورتيكيشن اهو، ويل ديفايند كورتيكيتد ميكسد ليجن. ميكسد ليجن انا شايف فيه فوسايت وان توتا راديو بيك اهي، واحده هي واحده اهي، في فوساي ويل ديفايند كورتيكيتد ميكسد ليجن. موجود فين؟ في الابر، في الابر رايت ماكسيلاري اريا. الاكستنشن بتاعه من فين لفين؟ انا مش هعرف اقول السايز احيانا فبقول الاكستنشن. الاكستنشن بتاعه من فين لفين يا دكاتره؟ الاكستنشن بتاعه تقريبا من الميد لاين، تقريبا من الميد لاين عند الايبكس بتاع الابر سنترال، ابر رايت سنترال، لغايه واصل لغايه فين؟ لغايه الميزيال روت بتاع الايه؟ السكس. طب عامل ايه؟ عامل اكسبانشن، هو عامل اكسبانشن، عامل ديسبيسمنت للكناين والفيرست بري مولر انسبيريور دايركشن. انا كمان شايفاه رافع الفلور بتاع ماجدلاري ساينس، وهو كمان عامل اليفيشن الفلور بتاع ماجدلاري ساينس انسبيريور دايركشن، فهو عامل كل الحاجات دي. طب نحط بقى differential diagnosis زي ما انا قلت لكم كده، ده mixed lesion جاي في upper anterior area وبحب جدا الcarine area، جاي في upper anterior area، فافتكر مين بحب يجي في upper exception، بحب يجي في upper anterior. هنفتكر كده بحب يجي في upper anterior ال COC وال AOT. بس قلت لكم لو انا جاي المنظر ده هحط ال AOT الاول وبعد كده هحط ال COC. حلو كده تمام. انا عندي كرونال سي تي كات برضو، شايف هنا برضو ميكسد ليجن موجود فين؟ موجود هنا برضو في الابر ماكزيلا رايت برضو سايد، وبرضو هنا ده بيري كرونال لامباكتد، ده شكله بريمولر، بيري كرونال امباكتد بريمولر. حلو كده. انا شايف برضو هنا هو هنا عامل اكسبانشن الباكال بليد اوف بون والبلتال بليد اوف بون، وعامل سينينج في البون بس مش عامل الحمد لله بيرفوريشن، هو كده مش اجريسيف ليجن. اوكي نفس الحكايه هنا اهو، بس هنا حصل له ديفلوبينج اكتر، حصل له كالسيفيكيشن اكتر، حصل له ديفلوبينج اكتر، فبقى مور ميكسد اكتر من الاول. بس هو طبعا هنا ايه عامل انكلوجن لاغلب الروت جوه الليجن، هنا السنه دي ما هياش امباكتد بس عامل انكلوجن لاغلب الروت جوه الايه جوه الليجن، برده في كورتيكيشن. هنا في البانوراميك فيو ده دكاتره انا شايفه برده ويل ديفايند كورتيكيتد ميكسد ليجن، عامل divergence في الروت، عامل divergence في الروت بتاعت اللاترال وبتاعت الفيرست بري مولر، وجاي في اللور رايت اريا، وعامل هو برضو كورتيكيت وعامل شويه اكسبانشن بس بوصله. طبعا انا عشان اشوف الباكو لينج والاكسبانشن فانا محتاجه اشوف ثيرد دايمنشن زي السي تي اللي انا شفته من شويه، فانا هنا انا هنا بقول اكستنشن، ولازم افرق بين الاكستنشن دكاتره والاكسبانشن. اكستنشن انا بقول ميزيو ديستال هو واصل من فين لفين، او ايه كرينيو كودال، يعني بشوف من عند الافيكريست لغايه الايه ان في بوردر اوف ذا لاندول مثلا. لكن اكسبانشن دي يبقى انا بقصد بيها اكتر باكولينجوال، وانا هنا مش هشوف الباكولينجوال. في الحاله دي يا دكاتره انا شايفه الليجن ده في اللور ايه؟ لور انتيريور اريا. طب اقعد افكر كده مع نفسي، هو انا السي او سي والاي او تي بيحبوا يجوا لي هما الاثنين في اللور انتيريور، هما الاثنين بيحبوا يجوا ايه؟ في الابر ايه؟ في الابر انتيريور. بس انا قلت لكم لو لقيته في اللور هبدي السي او سي عن ايه؟ عن الاي او تي. فانا هنا هحط الاول السي او سي، هحط هنا السي او سي يا دكاتره. يبقى انا هنا في الحاله دي هبدي السي او سي عن الايه؟ الاي او تي. بحط السي او سي الاول واحط الديفرنشال بتاعه الايه؟ الاي او تي يا دكاتره. اوكي رابع ليجن في الليست يا دكاتره الاميلوبلاستيك فايبرودونتوم، وانا قلت لكم عشان تفتكروها افتكروا ان انا عندي اول حاجه في الليست كانت الاودونتوم، فانا هفتكر ان ده الاميلوبلاستيك فايبرودونتوم. وانا مش عايزاكم تنسوا ان احنا قلنا كلمه اميلوبلاست في اي حته تعني اكسبانشن، يبقى انا هلاقي هيوج اكسبانشن، هلاقي اكسبانشن، انا متخيل ان الليجن ده هيعمل ايه؟ هيعمل اكسبانشن.
الانيلو بلاستيك فايبر اودونتوم هو بيحب يجي في اللور بوستيرير اريا عادي، هو دلوقتي هو مش واخد الاكسبشن، بيحب يجي في الميل اكتر من الفيميل. الاكسبشن الوحيد اللي فيه ان هو بيحب يجي في اليانجر ايج جروب، يعني انا متخيله ان البيشنت هيبقى عنده 9 سنين 10 سنين، هيبقى سنه صغير. الانيلو بلاستيك فايبر اودونتوم هيبقى سنه ايه صغير. ده في الاخر بناين تيومور من اسمه كده، هو هيبقى فيه شويه ابيثيليال سيلز انيلو بلاست لايك سيلز، وهيبقى فيه ايه كالسيفايد تيشو. من كلمه اودونتوم دي افهم ان هو هيبقى فيه ايه كالسيفايد تيشو وشويه فايبرس ايه تيشو. بس اغلب الليجن بيبقى راديولوسد وفي شويه كالسيفايد ماتيريال ايه في السنتر. طيب يبقى راديوجرافيكال كده انا متخيل ان انا هشوف ايه دكاتره زي ما انا شايفه في الحاله دي كده. البيشنت ده لسه سنه صغير، انا عندي ادي تو سبوت اهي بتاعه ال8 وادي تو سبوت بتاعه ال7، وده ال first molar بتاعه في ال left area اللي قدامي، وانا شايف well defined partially corticated، هو الكورتيكيشن مش في كل حته، well defined partially corticated lesion. شايف ان هو related لايه؟ انا شايف ان هو عامل displacement، يا دكاتره عامل displacement لل A في inferior A direction، وهو عامل لي calcification A قصاد الكراون على طول. هو عامل displacement للإي، عامل displacement الكراون بتاع الإي in apical direction، عامل لها displacement، وزي ما احنا شايفين كده قدامنا ان هو ادي calcified material اهي اللي موجودة فيها. فده mixed lesion في سن صغير. فتفتكر ايه هو mixed lesion اللي بحب يجي في سن صغير؟ الأودونتوم. اه الأودونتوم تحب تيجي في سن صغير، بس انا عارف ان الأودونتوم هلاقي اغلب lesion radio opaque وفي radiolucent ايه border. حلو. ايه كمان بحب يجي في سن صغير؟ انا عارفاه mixed lesion. احنا خدنا ايه كمان بيحب يجي في سن صغير؟ انا خدت كمان الايه السمنتو اوسفاينج فايبروما. السمنتو اوسفاينج فايبروما لما هو بيجي يحب يعمل اكسبانشن بيبقى فيري اجريسيف، فيري اجريسيف، يحب يعمل ديستراكشن. باي ذا واي هنا ده ما حصلش ديستراكشن، بس هو التوره بس فيها ايرور. فيري اجريسيف، هيحب يعمل ديستراكشن. انا متخيل ان هو ايه ان ده في الغالب، يعني انا مش هحط اول اختيارات السمنتو اوسفاينج ايه فايبروما. السمنتو اوسفاينج فايبروما مش هتبقى اول اختياراتي، لان ده مش الشكل التيبيكال بتاعها، هو مش الشكل التيبيكال بتاعها انها تبقى عامله كده، بس انا ممكن احطه طبعا كديفرنشال دايجنوز. فانا اول هنا حاجه احطها في الديفرنشال دايجنوز، لان هو ده السن الصغير بتاعه، ده لسه ما طلعش 7، يعني ده ممكن يكون بيلعب في 10 سنين او من 10 ل 12 سنه. فانا متخيل ان ده سنه اصغر من سن اوسفاينج فايبروما، بس انا ممكن احطها كديفرنشال دايجنوز. اوكي كده تمام يا دكاتره. اوكي زي ما انا شايف الكوم بيم سي تي دي ساجيتال فيو، انا شايف هنا ايه برضو ويل ديفايند كورتيكيتد ميكسد ليجن، واكشولي هنا حصل ديفلوبينج اكتر للليجن، فبقى مور كالسيفايد، الاوباسيفيكيشن اللي في السنتر بقى اكتر. يبقى هنا فعليا حصل فعلا الاوباسيفيكيشن في السنتر بقى اكتر، هي ويل ديفايند كورتيكيتد. هنا حصل سيننج في الايه في الافر كريست، عند الافر كريست حصل سيننج في البون عند الافر كريست. فعليا دي لو انا حطيت ديفرنشال ليها اودونتوما اوكي، بس مش هتبقى برضو اول اختياراتي. ليه ما هياش اول اختياراتي؟ علشان زي ما قلت لكم هناك في الاودونتوما انا متخيل انها هشوف ريدي لوسنت ريم، بس هنا انا شايف ان الجزئيه بتاعت الريدي لوسنسي اكبر من انها تكون بتاعت اودونتوما، فانا ممكن احط تاني اختياراتي فعلا الايه الاودونتوم بالمنظر ده. اوكي كده تمام يا دكاتره. اخر حاجه في الليست بتاعت البيريكرونال ميكسد ليجنز يا دكاتره، احنا ربطنا كل واحده يعني بالثانيه، ربطنا الاودونتوما بالاميل بلاستيك فايبر اودونتوما، ربطنا السي او سي بالديفرنشال بتاعتها اللي هي الاي او تي، اخر واحده بقى اللي هي سي اي او تي اللي هي كالسيفاينج ابسيريال اودوجينيك تيومر. الاسم المشهور تاني ليها اللي هو البينبورج تيومر، ده رير اودوجينيك تيومر، هو ما فيهوش اي اكسبشن، هو بيحب يجي في اللور بوستيرير اريا في الاولد ايج عادي، او في الميدل او الاولد ايج، هو ما فيهوش اي اكسبشن. هو الحاجة اللي هتميزه فعليا ان هو ممكن يجي totally radiolucent في بداية الليجن، ممكن يجي totally radiolucent، او ممكن انا اشوفه في intermediate stage هيبقى mixed. بس الحاجة اللي هتميزه ساعة ما هيبقى mixed يا دكاترة ان انا هقدر اشوف ال radio opaque foci، scatter the radio opaque foci in close contact مع ال embedded crown او ال impacted crown، فبديني شكل ال snow driven appearance اللي هو كاسح التلج، ال snow driven appearance او كاسح التلج ده كده. اوكي فانا متخيل كده ان انا في الراديوجراف بتاعي هشوف ايه زي ما شايفه هنا في الكروب بانوراميك فيو، هو جاي فعلا في اللور بوستيرير اريا، ده هنا عندني الليفت سايد، هنا جاي
اوكلوزل للديستال كاسب تب بتاع او الديستال سايد بتاع امباكتد سيرفنت سكند مولر، فهو جاي امباكتد ليها ومديني فعلا شكل كاسح التلج يا دكاتره ان هو انكلود كونتاكت مع الكراون، فاديني شكل كاسح التلج وهو هنا عامل ريزوربشن في الروت بتاعه الايه الفيرست مولر. اوكي هو بيعمل اكسبانشن بس الاكسبانشن بتاعه بيبقى بسيط ما بيبقاش اكسبانشن جامد. هنا برضو جاي انكلود كونتاكت مع الكراون برضو بيديني شكل السنو دريفن ابييرنس وعامل لي برضو ريزوربشن في الروت بتاعت المولر ده. زي ما انا شايفة هنا يا دكاترة في البانوراميك فيو ده، انا شايفة هنا في شوية زود وايه ترابيكيوليشن، في ايه اكنها مالتي لوكيلر، في شوية زود وترابيكيوليشن، بس هو فعليا لو احنا ركزنا هنلاقي في ريديو وبيك فور سايز ومطوط قوي قوي قوي، بس لو انتم ما خدتوش بالكم منها في الامتحان وافتكرتوا ان ده توتال ريدي لوسنت وفي زودو ترابيكيليشن، يعني هو يدي شكل لزودو مالتي لوكيلر، وانا شفت المنظر ده كده والديفايند وكورتيكيتد وهقول الاكستنشن بتاعه عادي خالص، فانا ممكن يجي في اول حاجه في الديفرنشال بتاعي في دماغي لو انا مش شايفه ان هو ميكسد يجي ان ده دنجر سنس، لان هو اشهر حاجه بحب يجي بيري كورونال ريدي لوسنت في يعني هو الموست اورجانيك تيومر بيحب يجي بيري كرونال اللي هو مين اللي هو الدنتجر سيست، بس هو عامه الدنتجر سيست بيحب سن يعني اصغر من كده شويه، بس هو فعليا ده ميكسد ليجن، فانا هدور ايه هي الليست بتاعتي اللي انا عارفاها ميكسد ليجن بتحب تيجي في اللور بوستيريور اريا في سن اللي هو اكبر شويه من الدنتجر سيست، فانا عندي ميكسد ليجن بتاعتي اللي بتحب تيجي في سن اللي هو اكبر شويه مش الاميلو بلاستيك فايبر اودونتوم عشان احنا ما نحطوش تبع الليسته، ممكن احط السي او سي تبع الديفرنشال، ممكن احط سي اي او سي تبع الديفرنشال، بس احنا عايزين نحط سي اي او سي الاول عشان السي او سي بيفضل المجزله عن الماندبل زي ما احنا قلنا، فانا ممكن احط السي اي او سي الاول وبعد كده احط الايه السي او سي يا دكاتره. كده يا دكاتره احنا خلصنا الليست بتاعت الليجنز الماكسد اللي هي ان كونتاكت مع التو سواء بيري ابيكال او بيري كرونال. دلوقتي احنا هنبدا في الماكسد ليجن نوت اسوشيتد ايه ويز تيس، يعني هي اما هتبقى لوكالايز يا اما جنرالايز في الايه في البون كله يا دكاتره. تمام اول حاجه فيهم الهيلينج سيرجيكال سايد، كان عندي ليجن عملت له سيرجري فنتيجه ان انا عملت سيرجري في الاريا دي في الاول هيكون فيها فايبر تيشو بعد كده هيبقى ريبليسد او جرانيليشن تيشو بعد كده هيبقى ريبليسد بايه دكاتره او جرانيليشن تيشو بعد كده هيبقى ريبليسد بايه ببون، فهو مع الوقت بالفولو اب هبدا اشوف في بون في الاريا في الاول كان هيبقى يبدا ريدي روت بعد كده ابدا اشوف كالسفايد ايه او مينرالايز بون جوه الايه الاريا بتاعت اللي كان فيها سيرجيكال ديفكت. الفايبرس ديسبليجيا والباج ديزيز دايما بحاول اربط لكم ببعض في الانترميديت ستيج، هما الاثنين ده حصل نتيجه ديفكت في الايه في البون فحصل ريبليسمنت للنورمال بون اب نورمال بون وهنتكلم عليهم ان ديتيلز بعد شويه. الكرونيك اوستيومايلايتس هربطها مع الاوستيوريدين كروز ان هما الاثنين في انفلاميشن في البون بس الكوز مختلف، الكرونيك اوستيومايلايتس احنا عرفنا ايه الكوز بتاعه قبل كده، الاوستيوريدين كروز نتيجه ريديو ثيرابي فحصل انفلاميشن فين في البون. احنا هنربط كل اثنين ببعض، خلاص احنا قلنا هيلينج سيرجيكال افكت، هنربط الفايبرس بليجيا والباجيت ان هما الاثنين حصل اب نورمال ريبليسمنت للنورمال بون لاب نورمال بون، الكرونيك اوستيومايلايتس والاوستيوريدين كروز هما الاثنين في انفلاميشن في البون بس الكوز مختلف. احنا خدنا السمنت اوسفاين فابرو احنا عارفين ده بيناين تيومر، بيناين تيومر قلنا ان هو بيحب يجي في اليونجر ايج جروب بيحب يجي في الفيميل اكتر، غير بقى لو كان جوينايل فورم بتاعه جوينايل فورم بتاعه هيحب يجي في البويز عادي سنه هيبقى 15 سنه. اوكي كده تمام. بعد كده عندي اثنين بقى مالجنان تيومر مش بيناين تيومر، الاوستيوبلاستيك ميتاستاتيك كارسينوما، ميتاستاتيك تيومر هنعرف الميتاستاتيك كارسينوما اللي بتعمل ميكسد ليجن هي ايه، دي من ضمن الحاجات اللي بتحب احنا بنحب نجيبها لكم كانيومريت، والاوستيوجينيك ساركوما يا دكاتره. هندخل على اول واحد في الليست اللي هو الهيلينج سيرجيكال ديفكت. الهيلينج سيرجيكال ديفكت انا بس عايزاكم ترجعوا كده بالذاكره للليست اللي انتوا خدتوها بتاعت الريدي روسنت ليجن قبل كده وافتكروا ايه هو الليجن اللي بيحب يعمل سكالوبينج بوردر، هو الليجن اللي بيحب يعمل سكالوبينج بوردر في اللور هو ويل ديفايند وكورتيكيتد بيحب يعمل سكالوبينج بوردر في اللور بوستيريور اريا، ارجعوا كده بالذاكره ورا في الليسته بتاعت الريدي لوسنت ده توماتيك بون سيست، البيشنت ده فعليا كان عنده توماتيك بون سيست، واحنا عايزين نفتكر ان معنى كلمه توماتيك مش معنى كده ان هو كانت نتيجه تروما، الكوز بتاعه انون.
هو فعليا كان عنده توماتيك بون سيست، هم شالوا السيست مع الوقت بالفولو اب 6 مانث ليتر 1 يير ليتر، انا بدات الاحظ ان بدا يكون لي كالسيفايد ماتيريال جوه الايه الديفكت، عشان بدا يكون بون ويحصل له مينراليزيشن جوه السيست، جوه الديفكت بتاع السيست اللي احنا خلاص شلناه سيرجيكال ديفكت، فبدا يكون كالسيفيكيشن، فده هيلينج سيرجيكال ايه ديفكت او هيلينج سيرجيكال سايت، انا شلت الليجن اللي كان موجود فبيحصل له هيلينج، فعشان كده مع الوقت هيبدا يكون لي حاجه شبه الميكسد ليجن ده، بس بيحصل هيلينج للايه للبون بتاعي يا دكاتره. يا دكاتره في الليست بتاعت الماكسد ليجن اوف اسوشيتد ويز تيس الفايبرس ديسبليجيا، الفايبرس ديسبليجيا ده عباره عن ابنورمال تشينج في النورمال بون ميتابوليزم، بينتج عنه ريبليسمنت بتاع النورمال بون للفايبرس تيشو كونتيننج فارينج اماونت اوف ايه ابنورمال ابييرنج بون. المشكله ان البون اللي بيتكون ساعتها مش بيتكون ان ريسبونس تو ستريس، لكن هو بيتكون ان هازارد ايه ماتر. اوكي ايه هي الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ الكلينيكال بيكتشر بتاعته انا عندي فيه منه نوعين، النوع اللي بيجي في 70% من الحالات هو المونوستاتيك. يعني ايه مونوستاتيك؟ يعني بيجي بس في اناتوميكال بون واحد. يعني ايه اناتوميكال بون واحد؟ يعني انا ما اقدرش اقول هو بيجي في جو، لان انا جو عندي ابر ولور جو، عندي مجزله وعندي مانتول، لا يا اما يجي في المانتول بس يا اما يجي في المجزله بس، فهو بيجي في اناتوميكال بون واحد بس. وده النوع الاخر هو لو جه يجي فين؟ في الجو بس. هو برضه بيحب اللونج بون، لونج بون زي التيبيا زي الايه، بيحب اللونج بونز، بيحب اللونج بون زي التيبيا زي الفيمر، فهو ممكن يجي عادي في بونز تانية، بس ساعتها هيجي في اناتوميكال بون واحد، وده اللي بيمثل 70% من الحالات، وده بيجي في الاولدر ايدج جروب. انا عندي البوليستوتيك تايب، البوليستوتيك دي هتيجي في اكتر من بون، ما بتجيش في بون واحد، فممكن تيجي مثلا في الفيمر وفي الجو، ممكن تيجي في التيبيا في المجزله وفي الماندبل. مثلا عامة يا دكاترة الفايبرس ديسبليجيا بيفضل المجزلة، لو هو جه في الجوز بيحب يفضل المجزلة عن الايه عن المندبل. البوليستوتيك تايب ده بيجي اكتر في التشيلدرن لسه 10 years old، وفي منه نوعين، في منه الجافي تايب وفي منه الدراي سيندروم. كلا النوعين بيبقى في كافية اولي بيجمنتيشن في السكن بتاع البيشنت، عنده بيجمنتيشن كده شبه الشاي بلبن او شبه الكافيه بس هو اللايت. اوكي فبيبقى شبه الكافيه اولي بيجمنتيشن، وبيبقى هما الاثنين بيجوا في مالتيبل، عشان هو كده كده بوليستوتيك، فهما الاثنين بيجوا في مالتيبل بون. اوكي الاودراي سيندروم بيتميز عن الجافي تايب ان هو ليه فيميل بريديركشن، بيحب يجي في الفيميل اكتر. هو كمان في بريكوشيس بيوبرتي، يعني هو بيحصل البنت بتبقى او الولد بيحصل له بلوغه بدري عن ميعاده. كمان في ايه اندوكرينيوبثي، يعني بيحصل هايبر فانكشن في واحد من الاندوكرين جلاندز، ممكن يكون عنده هايبر فانكشن في الباراثايرويد في الثايرويد، هايبر فانكشن في اي واحد من الاندوكرين ايه جلاندز، فدي من الحاجات اللي بتميز الايه الاوبرايد سيندروم عن الجافي تايب. كارديوجرافيك بيكتشر انا متوقع ان انا اشوف ايه دكاتره؟ اولا انا زي ما قلت كده كلينيكال بيكتشر هو هيتميز بايه، ان البيشنت هيبقى عندها ايه كافيه اولي ايه بيجمنتيشن. طيب انا متخيل كمان هو الفكره في ايه، لو انا ركزت كده في البنت اللي انا شايفاها قدامي دي، هو في الغالب الليجن ده بيحب يجي زي ما قلت لكم في المجزله اكتر من الماندبل. هو عندها هنا في الليفت سايد هو هيبقى جاي في المجزله اكتر من الماندبل، تمام كده. هو بيفضل يجي يونيلاترال، بيفضل يجي يونيلاترال مش بايلاترال. لو هو جه في البون بيعمل حاجه اسمها كونسنتريك اكسبانشن او انلارجنج البون. يعني ايه كونسنتريك دي؟ يعني هو بيعمل اكسبانشن بس للاريا دي بتاعه البون. وانا ليه بقول الجمله دي؟ عشان اعرف افرق بينه وبين الباجيت ديزيز اللي انا هاخده كمان شويه. الباجيت ديزيز لما بيجي بون بيحب يعمل كومبليت انلارجمنت للاناتوميكال البون اللي هو جاي فيها توتالي، لكن ده بيعمل كونسنتريك انلارجمنت البون للحته اللي هو جاي فيها، الاريا اللي هو جاي فيها كونسنتريك، يعني هو بس في الاريا اللي هو جاي فيها يعمل لها انلارجمنت. فالغالب بيحب يجي في مجزله اكتر من المانو البوستيريور اريا وايه يوني لاترال. طيب زي ما انا شايفه هنا دكاتره في البانوراميك فيو ده، انا شايفه هنا في الليفت سايد، في الليفت سايد دكاتره ايه اللي حصل؟ اللي حصل هنا شايفه هنا حصل اوباسيفيكيشن، حصل اوباسيفيكيشن للمجزله اللي ظهرت مثلا الناحيه دي في ناحيه الليفت اكتر من الناحيه اللايت رايت. يبقى حصل هنا اوباسيفيكيشن ناحيه الليفت اكتر من ناحيه الايه رايت، وحصل كمان امباكشن لايه لسنتين زي ما انا شايفه قدامي كده، حصل امباكشن لسنتين وزن الليجن، هيحصل لها امباكشن وزن الليجن. الليجن بتاعي ايه اللي حصل؟ اول حاجه انا
متخيل ان انا هشوف ايه احنا قلنا خلاص اللوكيشن بتاعه بيجي فين، وتخيل الليجن بيبقى شكله عامل ازاي. هو في الغالب بيبقى الديفايند يا دكاتره، في الغالب هو بيبقى الديفايند زي ما انا شايفاه. انا يعني انا تقريبا عارف احدد ان هو الليجن ماشي كده، بس انا مش عارف احدد حدوده بالظبط. هو في الغالب بيبقى ميكسد ليجن الديفايند، وهو جرادوال بيحول لي النورمال بون لابنورمال ترابيكولار بون. في الغالب الترابيكوليشن بتاعتي بتبقى شورتر، بتبقى سمولر، بتبقى ثينر، بتبقى نيومرس عن البون الايه الطبيعي. هو ده اللي بيخليها تاخد شكل. لو انا بتكلم على الاكسترا اورال، لو انا بتكلم على الاكسترا اورال في المزايا ده هتاخد شكل حاجه اسمها الجراوند جلاس ابييرنس. يبقى انا هنا بتكلم على الصوره دي كده، هسمي ايه الباترن اللي انا مش مسميها قدامي ده، عامل زي لما اجي ارسم صوره والون لون فاجيب الاستيكه واخليها هوموجينس، فبيدي شكل الجراوند جلاس اكني انا عندي ازاز محبب او مكسر، مكسره حته صغيره فبسميه جراوند جلاس ابييرنس. وانا بقول عليه كده في الاكسترا اورال تكنيك. لو انا بتكلم على الانترا اورال فيلم، لو انا بتكلم على الانترا اورال ايمج هسميه الاورنج بيل ابييرنس بسبب شكل الترابيكيليشن اللي موجود قدامي. اوكي، فانا شايفه هنا ان حصل اوباسيفيكيشن اكتر. يبقى انا شايفه هنا قدامي حصل اوباسيفيكيشن اكتر في الناحيه دي عن الناحيه الثانيه. اللي بيحصل كمان يا دكاتره ان هو بيحول لي اللامينا ديورا بتاعت السنان، هي كمان بتحول لابنورمال باترن اوف بون. الكورتيكيشن الكورتيكال باوندري مثلا زي الفلور بتاع المجزره الساينس برضه هتتحول لابنورمال كورتيكال باوندري، هي كمان ممكن تحول لابنورمال كورتيكال باوندري وزن الليجن. اوكي، زي ما انا شايفه في السي تي فيو ده، هو هنا عمل لي ايه؟ ان هو جاي يوني لاترال، جاي يوني لاترال، وانا عندي هنا في سنه بقت امبيدد وزن الليجن. في فرق جامد اصلا بين الليفت سايد والرايت سايد. عمل هنا ايه اوباسيفيكيشن، هنا شكلها عامل ازاي؟ جراوند جلاس ايه ابييرنس او باترن. احيانا باخد باترن زي ما قلت لكم الاورنج بيل دي، هي شبه الجراوند جلاس بس هي بتقلع في الانترا اورال فيلم، او هي بتاخد شكل الويسبي كوتون وول ابييرنس. وانا لازم اعرف ايه هي الليجن اللي بتدي شكل الكوتون وول ابييرنس. دكاتره انتوا خدتوا واحده منهم اللي هي مين؟ اللي هي الديفيوز سكليروزنج اوسمولايتس، خدتوها في الانفكشن. الديفيوز سكليروزنج اوسمولايتس تاخد شكل الكوتون وول ابييرنس، وادي عندي برده الفايبرس بيجا ممكن تاخد شكل الكوتون وول ابييرنس، هوريها لكم كمان شويه. ده الولد ده عنده برده يوني لاترال، عنده يوني لاترال، عنده كافيه اولي بيجمنتيشن زي ما انتم شايفين كده. اللي هنا لو انتم خدتوا بالكم عامل سلايد ايه كلوزنج الارت، لكن هو واصل لغايه ان في بور بتاعت الريم ده هنتاكد منه اكتر من الريديوجراف. جيت ابص على الريديوجراف بتاعه لقيت ايه عندي يا دكاتره؟ لقيت عندي جراوند جلاس ميكس ليجن، واخد لي ايه؟ واخد لي الليفت سايد بتاع المجزلة من تقريبا من عند الديسل بتاع السنترال وصل لغاية الايت ورا، وهو حول لي كورتيكال باوندر طبيعية بتاعة او رفع الكورتيكال باوندر الطبيعية بتاعة المجزلة ساينس رفعها لفوق، وفعلا وصل لغاية الانفيريور رين بتاعة الايه الاوربت. لو انا جيت ابص في السي تي هلاقي كل الكلام اللي انا لسه قايله ده فعلا هو ما سابليش، هو عمل اوباسيفيكيشن فعلا المجزره الساينس، ما سابليش غير جزء بسيط جدا من المجزره الساينس هو اللي لسه فيه اير فلويد، الباقي كله اتحول جوه تبع الليجن. عمل اوباسيفيكيشن فعلا للمجزره الساينس كانت موجوده، ووصل فعلا لغايه الانفير بورد بتاعت الاير ريم، ورفع كمان الانفير بورد بتاعت الريم سوبيري دايركشن، هو ده اللي خلى المنظر ده بتاع الولد يحصل. اوكي، فده جراوند جلاس ابييرنس. عايزين نعرف حاجه مهمه يا دكاتره، عشان دي من الحاجات اللي بتسالوا فيها فلازم نركز فيها. الفايبرس ديسبليجيا الليجن الوحيد اللي بيعمل سوبيريور ديسبليسمنت للمانديبولار الفا كانال، هو الوحيد اللي بيعمل سوبيريور ديسبليسمنت للمانديبولار الفا كانال، هو الوحيد اللي بيرفع المانديبولار الفا كانال ان الايه سوبيريور دايركشن، هو الوحيد اللي بيرفعها، فهو الفايبرس ديسبليجيا الوحيد اللي بيعمل كده. ركزوا هنا بقى، ادي نورمال باترن بتاعت البون، الترابيكيليشن عندي نيومرس عن الطبيعي، بقت سمولر، بقت ثينر، فاديتني شكل الاورنج بيل قشره البرتقاله، الاورنج بيل ابيرن في الانتر اورال ايه فاهم. ايه بقى المنظر اللي انا شايفاه هنا في البانوراما ده؟ شايفه كذا راديو اوبيك، كذا راديو اوز بي راديو اوبيك ايه ارياس جوه الجو، فده شكل ايه دكاتره؟ الكوتون وول ابيرنس، ده شكل الكوتون وول ابيرنس يا دكاتره. دي من الليجنز اللي بتحب تيجي على شكل الكوتون وول ابيرنس، وجمعوا الليسته دي. باي ذا واي الفايبرس ديسبليشن اللي بتحب
بتعمل هايبرسيمنتوزس يا دكاتره. تالت ديزيز يا دكاتره هو الباجي ديزيز، زي ما احنا قلنا كده احنا هنربط الفايبرس بريجيا والباجي ديزيز ان هو ديزيز اوبون. الباجي ديزيز ده عباره عن ايه؟ سكيلتال ديس اوردر، هو ميني ديزيز انفولفنج الاوستيو كلاس، بيحصل ريزوربشن في البون وبيبقى ريبليس باي بولي او ابور كواليتي ايه اوسيس تيشو. هو في الغالب بيجي في اكتر من بون، بس مش معنى كده ان هو جنرالايز ديزيز، هو ممكن يجي في اكتر من بون. الفكره ان هو لو جه في اي بون بيعمل كومبليت انلارجمنت البون دي، يعني مثلا لو جه في المجزله هيكبر المجزله كلها، لو جه في الماندبل هيكبر الماندبل كله. فهو في الغالب لما بيجي في نورمال اناتوميكال بون بيعمل تشينج في البون انتايرلي على بعضها. هو في الغالب يا دكاتره بيحب يجي في الاولد ايج جروب، عادي خالص بيجي في الميل اكتر من الفيميل، فهو هنا مش اكسبشن لاي حاجه. اوكي لما بيجي يا دكاتره في البونز ممكن يعمل ايه؟ ممكن يعمل كيرفيتشر في السباين، ممكن يعمل انلارجمنت في السكال، ممكن يعمل بوينج اللي هو الانحناء اللي انا شايفاه ده في الليجز، يبقى هو ممكن يعمل كل الحاجات دي. كلينيكالي كمان البيشنت ممكن يشتكي من ايه؟ ممكن لما يحصل ان الجو بتاعه يكبر بيحصل displacement to separation لإتيس، فهتعمل له مال اوكلوجن زي الحاله اللي انا شايفاها قدامي دي، فين انلارجمنت للجو كله وفعلا عمل displacement تيس، فهتعمل لي مال اوكلوجن. البيشنت ده ايدنشلس بيشنت ولايف ستنشر، هيقول ان البنشر بتاعه نوت فيتد اني مور. طبعا هو السكالب بتاعه بيكبر، هو البيشنت بيبقى واخد باله من الحكايه دي. البيشنت كمان بيشتكي من بين، بيشتكي من نيورولوجيكال بين، وده نتيجه ان النيو بون فورميشن اللي بيكون بعد الاوستيوكلاستيك اكتيفيتي بيبقى فيه شويه اوستيوكلاستيك اكتيفيتي، بيعمل امبنجمنت الفورامينا فده بيسبب له بين. للاسف يا دكاتره الباجي ديزيز ده من البري مالجنت ليجنز، ممكن يقلب بعد كده يتحول لحاجه اسمها باجيت ساركوما. لما بتحول لباجيت ساركوما البيشنت ده بقى بيشتكي من سيفير بين، طبعا ده بتبقى حاجه يعني ما بتسعدش البيشنت. من ضمن التست اللي انا ممكن استخدمها عشان اعرف ان البيشنت ده عنده باجي ديزيز ولا لا، ممكن اعمل له حاجه اسمها الالكالاين فوسفاتيز تيست. ايه الالكالاين فوسفاتيز تيست؟ الالكالاين فوسفاتيز ده انزيم طبيعي بيبقى مسؤول عن الميتابوليزم وزن الليفر ووزن ايه دكاتره، وزن السكلتون او وزن البون. ففي الغالب لما بيبقى فيه انكريز في السيرم الكالاين فوسفاتيز انا بعرف ان البيشنت ده اما عنده ليفر ديزيز يا اما عنده بون ديس اوردر، فانا بعمل له بقيس الالكالاين فوسفاتيز في بلاد، كتير جدا الاقي فيه سلايت اليفيشن او بلاقي اليفيشن في الالكالاين فوسفاتيز، بينما الفوسفوس والكالسيوم كونتنت او برسنتج بتاعت البلاد بتبقى نورمال، يعني في الغالب انا مش بلاقيها اليفيتد. اوكي يبقى الجرافيكال يا دكاتره الباجي ديزيز بيحب يعمل ايه؟ الباجي ديزيز بيحب يعمل اوبتريشن للبلونت ليجمنت سبيس، بيحاول كل كورتيكال باوند زي الكورتيكال باوند بتاعه الفلور بتاعه المجزره الساينس بتاعه اللامنا الدوره، حولها لابنورمال باتن او ابنورمال بون. ممكن يعمل هايبر سيمنتوز، وهو من الليجن بتحب تعمل هايبر سيمنتوز للروت. ممكن يعمل روت ريزوربشن يا دكاتره، زي ما انتم شايفين ان انا عندي الجو بتاعي فعلا انلارجد كله على بعضه انلارجد، وانا شايف فيه كوتون وول ابيرنس اهو، يبقى هو فعلا الباجي ديزيز ممكن يعمل كده. ده تالت ليجن انتوا خدتوه بيعمل كده، خدنا لغايه دلوقتي اتنين في الميكسد الباجي ديزيز والفايبرس بريجيا، وخدت واحد قبل كده في الانفكشن ديزيز اللي هي مين؟ الديفيوز كيروزنج اوستيومايلايتس. الباجي ديزيز يا دكاتره مشكلته ان زي ما انا قلت ان هو بري مالجنت ليجن، عشان كده احنا لازم نلحق نكتشف البيشنت ولازم نلحق نعالجه. اوكي الباجي ديزيز كمان لو جه في السكال ممكن يعمل ايه؟ يعمل لي حاجه اسمها انكريز في الدبلويك سبيس. الدبلويك سبيس ده هو السبيس اللي بين الانر والاوتر تيبل بتوع السكال بون، ممكن يعمل لي انكريز في الدبلويك سبيس ويرسب لي برده فيها كوتون والابيرنس، زي ما انا شايف هنا في برده في كوتون حته من راديو بس اهي حواليها راديو، يعمل لي برده كوتون والابيرنس في الدبلويك سبيس، فهو فعلا ممكن يعمل لي انكريز في الدبلويك سبيس بتاعي. فانا متخيل ان الباجت ديزيز ممكن يعمل لي كده. كده دكاتره احنا خدنا الهيلينج بتاع السيرجيكال ديفكت، خدنا الاثنين اللي لهم علاقه بالريبليسمنت بتاع النورمال بون اب نورمال بون هو الباجت والفايبرس بليجيا. هناخد الاثنين اللي لهم علاقه بالانفكشن بس اوف ديفرنت ايه، يعني هما الاثنين حصل انفلاميشن للبون بس اوف ديفرنت كوز.
اول واحد كرونيك اوسمولايتس، واحنا خدنا الكرونيك اوسمولايتس بكل الراديوجرافيك بيكتشرز بتاعته المعروفه. واحنا قلنا قبل كده كلينيكال البيشنت متجنب هوتنس ريدنج ريدنس سويلينج، ممكن يجينا بساينس تراكت زي البيشنت اللي جاي عنده ساينس تراكت ده. راديوجرافيكال احنا قلنا ان هو ليه كذا صوره، احنا قلنا ادي هو ساينس تراكت الراديوجرافيك احنا قلنا ليه كذا صوره، بس هو عشان هو نتيجه انفكشن ففي الغالب هو بيبقى ال ديفايند وليه راجد بوردر، وده احنا قلنا هو ميكسد بيبقى فيه سيكوستريشن من الايه من البون، فدي حاله كرونيك ايه اوستيومايلايتس. خامس حاجه هنتكلم عليها دكاتره احنا قلنا برده بيحصل فيها انفلاميشن في البون، كلمه الكوز مختلف. احنا قلنا الكرونيك اوستيومايلايتس الكوز بتاع الانفلاميشن ممكن يكون تروما، وده بيبقى في كتير من الحالات، ممكن يكون بادلي ديكيتوز ما اتعالجتش فبالتالي عملت بريبيكال ليجن وبعد كده حصل سبريد للانفكشن للبون فعمل اوستيومايلايتس وعمل انفلاميشن في البون. الاوستيوريدي نكروزز السبب بتاعها بيبقى راديو ثيرابي، البيشنت ده كان عنده مالجنانت ليجنز فاخد راديو ثيرابي، بس هو في الغالب هو ما بيحصلش انفلاميشن في البون غير لو كان الراديشن هو هيتعرض ليه اوفر ال 50 جراي، الجراي ده حاجه احنا بنقيس بيها الراديشن. اوكي دي وحده اللي قياس الراديشن الدوز اللي بتعرض لها البيشنت يعني، فهو مش هيحصل له انفلاميشن غير لو تعرض لدوز اكتر من 50 جرايز. لما هو بيتعرض للراديشن بيحصل ايه في انفلاميشن؟ بيحصل ايه في البون يا دكاتره؟ بيحصل ديكريز في السيلولاريتي، بيحصل هايبوكسيا، بيحصل هايبر بيحصل هايبوفاسكولاريتي، بيحصل هايبو سيلولاريتي، بيحصل هايبوكسيا، ونتيجة كده مش هيحصل ريجينريشن للسيلز اللي هيحصلها بس في الاريا دي، وهيحصل نيكروزس في البون نتيجة الانفلاميشن اللي هيحصل، هيحصل نيكروزس في البون. فأنا متخيلة ان انا راديوجرافيكلي انا هشوف نفس المنظر بالضبط اللي انا بشوفه في الكرونيك اوستيومايلايتس، بس باختلاف حاجة واحدة. الكرونيك اوستيومايلايتس اكوردنج للديفرنت تايبس ممكن اشوف بريوستيال نيورون فورميشن، زي في الجيرز اوستيومايلايتس ممكن اشوف بريوستيال نيورون فورميشن. انتوا خدتوا الديفيوز سكليروزنج اوسيوما، خدتوا الفوكال سكليروزنج اوسيوالايتس ممكن يعمل الدبل كورتكس، يعني في الاوسيوالايتس انا ممكن الاقي فيه بريوستال نيورون فورميشن، الاوسيوريدي نكروز نيفر ايفر ان هو يعمل بريوستال نيورون فورميشن، هما الاثنين هيشتركوا مع بعض في نفس المنظر ان هنلاقي ال ديفاين راجد بوردر ميكسد ليجن، وهلاقي ليه هو ميكسد عشان هيبقى فيه جواه نكروتك بون حصل له ديس حصل فيه انكريز في كالسفيكيشن نتيجة نقص الفاسكولاريتي في الاريا دي، فهيكون لي ايه سكويسترا. فانا متخيلة في الاثنين هيبقى فيه سكويسترا. لو احنا رجعنا مع بعض لورا فانا هسأل نفسي هو ايه الفرق بين الاوستيومايلايتس والراريفاينج اوستيايتس، هو الراريفاينج اوستيايتس برضو حصل انفلاميشن في البون، كلاهما ممكن يحصلوا بنفس الكوز، بس في الراريفاينج اوستيايتس انا مش بلاقي سكويسترا. لما بيحصل ديفلوبنج الكيس اكتر بتاعت الراريفاينج اوستيايتس ممكن تقلب لاوستيومايلايتس. تمام كده يا دكاتره؟ فانا متخيله في الاوسيو ريدنج كروز خلاص انا عارفه ان البيهم ده اتعرض لدوز اكتر من 50 جرايز، حصل ايه؟ حصل انفلاميشن في الاريا دي في الميوكوز الاول، بعد كده بعد ما حصل فيها انفلاميشن حصل التريشن، بعد كده حصل اكسبوجر للبون، بعد ما حصل اكسبوجر للبون بدا يحصل له انفلاميشن. في البيشنت ممكن يجي حاسس ببين اور نوت، يعني ممكن يكون اسمبتوماتيك. في الغالب يا دكاتره انا متخيله كده البيشنت ده هيجي عنده اوسيو ريدنج كروز في انهي اريا؟ اولا هو بيحب الماندبل عن المجزله بسبب ايه؟ زي ما احنا قلنا الماندبل اصلا فيه نقص في الباسكولاريتي فهو عرض اكتر للانفلاميشن والانفكشن اكتر من ايه المجزله، هيحب البوستيريو اكتر عن الانتيريو اريا، لان ده لو احنا رجعنا تاني مع بعض الليجنز كده اغلب الليجنز اصلا سواء مالجنانت بنايل سيستيك ليجنز هي بتحب البوستيريو ايه ماندبل، فهو كده انا هشوفه في البوستيريو اكتر من الانتيريو، فانا متخيل ان هو هيجي في البوستيريو اكتر من الايه من الانتيريو. فانا عرفت كده ان هو هيحب يجي في الماندبل، هيحب يجي في البوستيرير اريا، وزي ما قلت لكم البيشنت هيجي يشتكي ممكن من سويلنج، ممكن يجي يشتكي من بين لو هو حصل اكسبوجر للبون وحصل خلاص نكروز للبون. انا هلاقي عنده ميكسد ليجن وهلاقي فيه عنده ايه الديفاين راجد بوردر، هلاقي عنده سيكوستريشن. لو انا حبيت احط معاه ديفرنشال دايجنوزس ساعتها هحط الاوستيومايلايتس، بس الفرق هنا في الهيستوري ان البيشنت هيقول ان انا باخد ايه باخد راديو ثيرابي. فزي ما انا شايفه كده دكاتره انا عندي هنا الديفايند، عندي الديفايند ميكسد ليجن، شايف في حته سيكوستريشن اهي، الديفايند ميكسد ليجن وعندي حته سيكوستر كبيره اهي، الديفايند ميكسد ليجن طبعا ده واخد من عند الاسيندنج ريمس
وممتد تقريبا للهاف اوف ايه الماندبل. فالمنظر ده يوحي لي ان البيشنت ده يا اما هو كان عنده اوسومايلايتس، لو هو قال ان هو كان عنده راديو بياخد راديو ثيرابي وده ممكن يكون اوسترينو نيكروزس، او طبعا انا هحط الاحتماليه الثالثه ممكن تبقى ايه، ممكن تكون مالجنانت ايه ليجن، اللي هو لو هو فعليا لسه عنده مالجنانت ايه ليجن. فعشان كده انا ممكن احط معاه الديفرنشال كرونيك اوسومايلايتس، لكن هو اول حاجه هحطها لو هو قال ان هو بياخد راديو ثيرابي ان انا احط ايه دكاتره، ان انا احط اول حاجه الايه الاوستيو ريديونيكروس. سيريس ليجن يا دكاتره واحنا خدناه قبل كده اللي هو ايه سمنت اوسفاين فايبروما، واحنا قلنا ان هو بيحب يجي في اليونجر ايج جروب، بيحب يعمل اكسبانشن، بيحب يجي في الفيميل اكتر من الميل، ولو جه في سن صغير هيجي في الميل. واحنا قلنا الجيفنال فور ممكن يعمل ريزوبشن في الروت وديستراكشن في البون. فزي ما احنا شايفين في التو كيسز اللي عندنا، انا عندي هنا سينج في الادر انا في انفير بوت اوف ذا ماندبل، في عندي اكسبانشن وبين جدا هو ماكسليشن وعمل لي ريزولوشن في المولر ده وعمل دايفرجنس في الروت. وهنا برضو زي ما انا شايفه في السي تي راديوجراف ده انا برضو شايفه اكسبانسايل ليجن ميكسد ليجن، فده سمنت اوسفاين فايبروما. فده البناين تيومر، احنا بس نفتكر التربطات اللي هنربطها بعد البناين تيومر. اثنين مالجنت تيومر او واحد فيهم هو مين يا دكاتره؟ الاوستوجينيك ساركوما. لازم نفتكر ان الاوستوجينيك ساركوما يا دكاتره هو السكند موست كومنلي اوكيرنج برايمري تيومر اوف ذا جو. اول واحد هو مين؟ المالتيبل مايلوما. الموست كومن سوفت تيشو تيومر بيجي عندنا سكوميس كارسينوما، لكن السكند موست تيومر بيجي عندنا هو مين؟ الايه الاوستوجينيك ساركوما. الاوستوجينيك ساركوما هو ليه كذا تايب، في منه اوسيوليتيك فده هيجي توتال ريديوس في الراديوجراف، في منه ماكس، في منه اوسيو بلاستيك فده هيجي ايه راديو اوباك في الراديوجراف. البيشنت هيجي يشتكي من ايه؟ من فيتشرز عادي اللي هي بتاعت المالجننت، انترميتنت بين، انترا اورال بليدنج، باراسيزيا، هيجي يشتكي من سادن لوس اوف تيث، يعني هو السن فجاه وقعت اصلا في بقه لقاها واقعه في بقه، هيجي يشتكي من التريشن في السوفت تيشو، هيجي يشتكي من ulceration معها rolled و elevated border، foul odor. فالحاجات دي كلها انا متخيله انها هتبقى عنده مثلا lymphadenopathy، lymph node بتاعته هتبقى fixed و enlarged. فدي الكلينيكال بيكتشرز اللي انا ايه متخيله ان انا هلاقيها في البيشنت ده. عاده هي بتحب تيجي في البادي اوف ذا مانول والالفير ريدج اوف ايه الماكزيلا يا دكاتره كده تمام. اوكي الريديوجرافيكال بقى دكاتره انا ممكن اشوفهم ازاي؟ احنا قلنا على حسب الاوستيوجينيك ساركوما هي من اي نوع، لو هي جايه من الاوستيوليك تايب فانا هشوف الليجن توتالي ايه يا دكاتره توتالي ريديوسد. احيانا هي بتيجي يا دكاتره الليجن بتاعي بيجي في دونتال ليجمنت سبيس فيعمل لي باند لايك وايدنج في دونتال ليجمنت سبيس، يعمل لي باند لايك وايدنج زي اللي انا شايفاه هنا ده سراوندنج السكس وسراوندنج السكس وسراوندنج السفن البان لايك وان فرونتال ليجن سبيس. ده اول ما اشوفه لازم اتراب علشان دي فيتشر مشهوره جدا 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 للمالجنت تيومرز زي الاوستيوجينيك ساركوما زي السكوامس كارسينوما زي اللوكيميا. فالبان لايك وان ده يخليني ايه اتراب، فده ممكن ضمن الفيتشرز اللي هي ممكن تيجي بيها الاوستيوجينيك ساركوما. ممكن تيجي ايه كمان يا دكاتره؟ ممكن تيجي على شكل كودمان تراينجل، تعملي ديستراكشن زي ما دايما انا شايفه هنا في الكروب كلوزال فيو ده، تعملي ديستراكشن في جو فتسيب لي زي تو وينجز كده، تسيب لي وينج هنا وينج الناحيه الثانيه من الليجن، هتسيب لي زي تو وينجز تو تراينجل تو ريديو بيك تراينجل، فانا بسميها الايه الكودمان تراينجل. فده حاجه انا كمان ممكن اشوفها التراينجل ده، دي كمان منظر هي ممكن تشوفها. لو انا الليجن بتاعي يا دكاتره وصل للبريفري بتاعه الماندبل وصل للبري اوسيوم فهو ممكن يعمل ايه؟ يعمل developing ل many small spicules، تبقى perpendicular على many small spicules، هتبقى perpendicular على ال surface بتاع ال lesion. لو هي طويلة شوية هسميها sun ray، هتديني شكل sun ray appearance. لو هي قصيرة شوية هتبقى ال hair on end appearance، احيانا تديني شكل ال hair on end appearance، بس في الغالب اللي مشهور اكتر مع السركومة زي ال sun ray appearance. فدي برضو feature انا ممكن ايه اشوفها. زي ما انا شايفه هنا في السي تي فيو ده يا دكاتره برضو عندي في هنا ايه في ديستراكشن واضح جدا في الجو،
وفي sun ray appearance. اخر حاجه في الليست بتاعتنا يا دكاتره، اخر حاجه اميلوبلاستيك ميتاستاتيك كارسينوما. الاميلوبلاستيك ميتاستاتيك كارسينوما ودي باين جدا، البيشنت هيجي يشتكي ان هو كان عنده برايمري تيومر وات ايفر هو كان فين. كده كده اي تيومر من اي حته ممكن يعمل ميتاستاسايز في الجو، بس اشهر حاجه بتعمل ميتاستاسايز في الجو البروستيت والبريست كانسر. هو هيدي نفس المنظر بتاع المالجنسي اللي انا متخيلاه، هو هيبقى ريديوسنت، بس احيانا هو اغلب الليجنز اللي هي اصلا بتعمل ميتاستاسايز في الجو بتبقى ريديوسنت، تبقى اوسيوليتك تيومر، بس احيانا الاوسيوليتك تيومر ده بينديوس اوسيوبلاستيك اكتيفيتي في الجو، فبيديني ايه ميكسد ليجن، بيعمل لي ميكسد ليجن، بيديني ايه بيديني زي ما احنا شايفين هنا في الكروبت بانوراميك فيو ده، بيديني ميكسد ليجن ال ديفايند ميكسد ليجن، عشان هو عمل هنا ايه عمل ميتاستاسيس هنا، الليجن عمل ميتاستاسيس هنا في البوستيريو ماندبل، فهو عمل انديوس للاوسيوبلاستيك اكتيفيتي فكون ايه نيو بون جوه الليجن جوه التيومر زي ما انا شايفه في السي تي بتاعي ده. هنا عامل ديستراكشن في الجو وعامل خلى السيرفس بتاع الماندبل كون السيرفس بتاع الماندبل عمل ديستراكشن وكون نيو بون فورميشن وقع بيربنديكولار على السيرفس الاصلي بتاع البون، وجوه الليجن جوه الليجن نفسه هو ميكسد ليجن، فده زي ما احنا قلنا ده الحاجه المشهوره جدا للبريست والبروستيت ايه كانسر يا دكاتره. فاينالي بقى تيست يور سيلف، ونقعد نجمع كده التجمعات اللي احنا عمالين نقول فيها من اول شابتر، وانا حاطه لكم كده كام سؤال عشان تجمعوا التجمعات مع نفسكم، مش هجاوبها انتوا اللي هتجاوبوها من الشرح. عايزين نعرف انيوميريشن ايه الميكسد ليجنز اللي بتيجي في الفيميلز اكتر، ميكسد ليجنز بتيجي في اليونج ادلت او في التشيلدرن، الميكسد ليجن اللي ليها بريدومينانت اللي هي بريدومينانت في الانتيرير او في الماكسيلا، ميكسد ليجنز اللي بتعمل هايبر سيمنتوزز او الميكسد ليجنز اللي بتعمل اكتر روتروسوبشن، اللي بتبقى سراوند بريدي روسنت ريم، البينفول ميكسد ليجن، الاجريسيف ميكسد ليجنز اللي بليها ديفرنت ستيجز اوف ماتوريشن، او اللي هي اسوشيتد مع نون فيتال توث، ودي تالي ان احنا قلنا فيها كتير، في منها لسته كده هتبقى سهل ان احنا نجيبها، والكوتون وول ابيرت ميكسد ليجن. ثانك يو يا دكتوره.